الخير على كل هو وهن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من ايام هو وهن. عندنا النهارده حلقه جديده، عندنا حاجات كتير، لكن في البدايه خلوني ارحب بمرموري. يا مرموره، لابسين جلد زي بعض النهارده انا بس الحصان. طبعا في البدايه بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. النهارده يوم جديد وحلقه جديده من حلقات هو وهن. هنتكلم عن موضوع يمكن بيهم ناس كتير جدا، خصوصا بقى الستات والبنات اللي بيتابعونا النهارده. هنتكلم عن واحد من الدوافع القويه اللي بتخلينا دايما عندنا طاقه وعندنا حاجات كده ايجابيه، بنحب ننجح، عايزين نكمل، عايزين نعافر، عايزين ننجز، عايزين نعمل حاجات كتير جدا نحققها ممكن تكون حوالينا. هو بقى الشغف او الحب، لما يكون انت بتقدم حاجه انت بتحبها، اللي بشوف انه قادر يحول وجهه نظرنا لاي حاجه ممكن تكون مستحيله او ممكن تكون مثلا ممكنه. في ناس بتبقى رأيها يعني حاجة تانية. هل ممكن الحب والشغف ده يخليك تنجزي في حاجة انت ممكن تكوني عطلانة فيها؟ لا. او عاجزة عنها؟ لا لا بجد والله، انا بشوف ان الشغف لا طبعا ودايما الاصرار هو اللي بيخليك تحققي حاجات كتير. الحب مش حب الاشخاص، مش بتكلم على فكرة على حب الاشخاص، انا بتكلم حتى على حب الحاجة نفسها. لما بحب الحاجة، لا يعني انا مثلا بحب اطبخ، فتلاقيني لما بحب بقف اطبخ بطبخ بحب وبشغف كمان، لو الاشخاص اللي انا بطبخ لهم دول هم اوريدي انا بحبهم، فهتلاقوني واقفه بعمل احلى اكل، بعمل احلى سفره. مش في الاكل بقى بس، قيسوا ده على حاجات كتير جدا في حياتنا. يعني هتلاقيك انت مثلا، طبعا مش هتكلم برضو على حب الولاد لان حب الولاد دي حاجه تلقائيه، يعني هو ربنا بالفطره زي ما بنقول. لكن لو بتحبي جوزك، بتحبي حد من صحابك، بتحبي شغلك، صدقيني هتعملي الحاجه بحب وهتنتجي زي ما انت قلتي وهتنجزي فيها. وكمان عايزه اقول لكم فعلا الحب حاله جميله جدا جدا. احيانا لما نبقى موجودين في يعني اي مكان في حد بنحبه، نلاقي كده العشر ساعات اللي ممكن تكوني تعبانين فيهم او بتعدوا الساعات، لقوهم عدوا كده هوا. يقولك الوقت الحلو بيمر بسرعه. الوقت الحلو فعلا بيمر بسرعه، سواء بقى مع حد بتحبوه. بس احنا النهارده بنتكلم على تحقيق الذات، ان انت ممكن تكوني بتحققي حاجات انت نفسك فيها او بتحققي حاجات كتير انجازات، بس مهم جدا يكون الشغف موجود. في ناس كتير للاسف ما بتعرفش تحقق ده لما بيمروا بظروف صعبه او بيحصل لهم بعض المشاكل او الضربات في حياتهم، يقولك خلاص انا فقدت الشغف بكل حاجه، فدي بتبقى ازمه كبيره جدا. ان شاء الله يكون معانا النهارده احدى الفقرات اللي هنتكلمنا ازاي نستعيد طاقتنا من جديد ونعيد حبنا لاي حاجه احنا نفسنا نحققها. طبعا اكيد. واستكمالا على كلامك يا مروه، خلينا نقول ان احنا خلاص على مشارف استقبال سنه جديده، وكل سنه حضراتكم طيبين 2024. فيعني خلينا نخطط كده، يعني خلينا انا والله هحاول ان انا اعمل كده. انا بدخل خلاص بقى يعني سنه جديده وبنتفائل وخلاص، لكن بجد خلونا نجرب ان احنا نخطط. انا عايزه اعمل السنه دي كذا وكذا 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 بحب بشغف، بخلينا ان احنا يعني يبقى عندنا زي شويه تفاؤل. يعني بالظبط، ويبقى عندنا تفاؤل، لان في ناس للاسف 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 هم اصلا محبطين. يعني انا هكلمكم على حاجه شخصيه ليا. مثلا منزله صوره لابني على السوشيال ميديا، كم من الناس عماله بتكتب بكم تعليقات، واه طب ما انت طبعا هتشغليه بالواسطه، انت شغاله على فكره واسطه ايه؟ اشتغل. وانا ده اللي قلته له على فكره، رديت على الولد قلت له على فكره انت ما تعرفش حاجه عن حياتي، انا بشتغل بدل الشغلانه شغلانتين على فكره، اشتغل وتعب وصدقني صدقني صدقني لازم توصل. انا وصيتي ربنا بس، ولازم هتوصل لان طبعاً. الاجتهاد مشواره قصير، اللي بيجتهد بيوصل بسرعه. ليه؟ لانه بيجتهد وربنا ما بيضيعش ابدا 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 خطوات او امل اي حد او حد. مجهود حد. طبعا فلازم انت هتوصل. ليه؟ مش عشان خاطر عمال تبص لده وبص لدي وتشوف ده بيعمل ايه، اصل انا مش هوصل. لا، انت اجتهادك فعلا هو اللي هيوصل. ركز مع نفسك، عايز بقى تركز مع الاخرين. يعني عايز اسالك، انت متفائله؟ اتفضل. جدا. انت شايفه التفاؤل على وشي ازاي؟ لا بجد متفائله. بصي انا كائن، يعني انا 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 هتتريقوا عليا والله العظيم، بس انا كائن بقعد بخاف مش على حاجه، بخاف. لا بصي، بخاف دايما من بكره. انا عندي مشكله كبيره، يعني مش من عندي بكره ازمه، انا عندي مشكله من الخوف نفسه. انا بخاف اخاف. عارفه الاحساس ده؟ يعني انا عندي مشكله كبيره جدا جدا، انا بخاف من الاحساس الوحش. بس انا بقيت مؤخرا بجد يعني تفائلوا بالخير تجدوه، بمعنى ان احنا كل ما الواحد بنجذب الحاجه، يعني يمكن من خلال استضافاتنا الكتير لخبراء مثلا في علم الطاقه، بجد والله العظيم انا جربتها. انا ما اقعد اقول مثلا والله بجد مش برجو، اكيد في ستات بتتفرج عليها تقول نفس الكلام، انا هتخانق مع جوزي، انا مش عارفه ايه، بتخانق والله العظيم بتخانق، وبتبقى خناقه كبير. لكن لما بجذب الطاقه الايجابيه ليا او فعلا مبسوطه بتعملي حاجات كتير جدا حلوه عكس اللي انت ممكن تكوني عايزه تعمليها، تفائلوا بالخير
تجدوه يعني. طيب خلونا بقى نروح نشوف تقرير عن الندوة التثقيفية لوزارة الصحة والسكان بمناسبة حملة ال 16 ليوم المناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد طبعا الناس النساء والفتيات. هنروح نشوف مع بعض الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. يشكل العنف ضد المرأة مشكلة اجتماعية كبرى وانتهاكا لحقوق الإنسان، والاستجابة المناسبة والوقاية من العنف مرتبط بشكل مباشر بمبادئ حماية حقوق الإنسان وهي حقوق أصيلة لكل البشر. لذلك نظمت وزارة الصحة والسكان ندوة تثقيفية لتعزيز الاحتفال ب 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. بدأنا الحكاية كدورنا احنا كوزارة الصحة بنمشي تبع بناء على دستور البلد، بناء على القوانين، بناء على التشريعات، بناء على رأي البلد، ومن منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والدعوة إلى الوحدة المجمعة اللي دعا إليها سيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فبدأنا نقول إحنا كدورنا في رعاية أساسية ممكن نعمل إيه للسيدات المعنفات وإزاي نحمي مجتمعنا من قضية العنف. فبدأنا نبتدي نشتغل، طب نوفر عيادة، طب هو إحنا كنا الأنين ما نلاقيش مترددات علينا، الناس تدخل ولا ما تجيش، تقول فيها يعني صعب قوي على هو نوع من أنواع التمييز، إن أنا داخل عيادة عشان أنا معنفة، عشان أنا بتأذي، عشان أنا بتضرب، بتعرض لنوع من أنواع العنف. فبدأنا نسميها عيادة المرأة الآمنة من لأن إحنا فعلا لقينا إقبال على الوحدات بتاعتنا. إيه الخدمات اللي بنقدمها؟ إحنا بنقول إن إحنا هنا مساحة آمنة بنوفرها للسيدات المعرضات للعنف إن هم يدخلوا يتكلموا، وده أول نوع من أول حاجة أنت تقدري تقدمها لهم. إحنا في حد هنا بيسمعك اللي هو الدعم النفسي الأولي، إحنا قاعدين بنستقبلك بنسمع مشكلتك. طبعا العنف حسب أشكاله وحسب أنواعه، من أول الإيذاء البدني والإيذاء النفسي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي. فمن أول أنواع العنف أهم حاجة إن الناس تحس بالأمان في المكان اللي داخلها، وده من أهم الخواص بتاع عيادتنا إن احنا نبقى السيدة في أمان تام. فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف المبني على النوع دي احتفالية سنوية بتقوم بيها منظمة الصحة العالمية، وفيها بيتم تسليط الضوء على أهمية الممارسات اللي لازم نعملها عشان الحد من ظاهرة العنف المبني على النوع. وإحنا الحقيقة في قطاع الرعاية الصحية والتمريض كنا بدأنا إن احنا ننشئ سلسلة من العيادات داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية تسمى بعيادات المرأة الآمنة، وده بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من المجلس القومي للمرأة والأمانة العامة للصحة النفسية والقيادات الدينية والمجتمعية في المناطق اللي بيتم فيها تفعيل هذه العيادات، خاصة بتوجيه بالاكتشاف لأي حالات ليها علاقة بالعنف المبني على النوع، توجيه الدعم النفسي والإرشاد، وإحالة الحالات اللي بتثبت إن هي تعرضت إلى أذى أو عنف. الحقيقة الموضوع ده في غاية الأهمية، وطبعا النهاردة إحنا عشان كده بنعمل الندوة التثقيفية اللي بيتم فيها دعوة كافة قيادات المجتمع من في مدينة السلام من الحل يعني النتائج وصلنا لها ويتم توجيههم من وعي الحوار المجتمعي مع الصحة والقيادات مع مجلس النواب عشان نوصل للأفضل لصحة وسلامة المواطن المصري. آلية العمل والتنفيذ كانت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة، وطبعا عشان نعمل ندرب الكوادر مقدمة الخدمة من الأطباء والتمريض وباقي فريق الخدمة، ده عن طريق الأدلة العمل الإكلينيكية اللي تم تحديثها مؤخرا مع منظمة الصحة العالمية، وإحنا في صدد إن هو يعتمد
حد بشكل رسمي من قبل وزير الصحة والسكان. بالنسبة لنا حددنا الفئات المرشحة من أطباء وتمريض، واحتاجنا طبعا العامل التثقيفي والتوعوي فالمثقفات الصحيات. بدأنا الأول بعيادة أهالينا اللي بصددها دلوقتي الندوة الأولى اللي موجودة، ده في سنة 2021. بعد كده تم افتتاح عدد من العيادات في 8 عيادات بالضبط ما بين القاهرة والجيزة والقليوبية والأهلية واسكندرية والمنيا وأسيوط، وده كان في 2022. بعد كده توسعنا في بعض المحافظات في 2023، أضفنا ليهم الفيوم وبني سويف، ومعانا سوهاج والغربية والشرقية، وتوسعنا برضو في عيادات في القاهرة والجيزة. خليني أشكر بجد وزارة الصحة والسكان على الندوة اللي هي عملتها بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. يعني خليني أقول يا مروة أن للأسف إن إحنا كنا في فترة كده كنا بنشوف العنف، على فكرة مش ضرب بس، يعني يمكن قبل كده في حلقات اتكلمنا عن موضوع العنف، مش العنف مش إن أنا أعنف حد وإن أنا أضرب حد، لا على فكرة هو في أنواع كتيرة جدا جدا جدا. في عنف مالي، العنف المالي ده اللي هو أنا بجبر زوجتي إن هي تقعد معايا علشان هي ما عندهاش مصدر دخل تاني، فهو ده عنف. العنف الاقتصادي إن أنا أخلي مراتي تصرف غصب عنها في البيت علشان الظروف. أنا في واحدة في كومباوند عندي، أنا كان الكلب بتاعتي هربت وضايقت الناس، وأنا شايفة إن دي حاجة عادية، يعني ما بالنسبة لي أنا كمرة وشايفة حاجة عادية. كلمتني في التليفون قالت لي كلمة، يمكن أنا قعدت فترة كبيرة ما كلمتش، بس الجملة اللي قالتها لي اتعلقت حلقة في ودني وفضلت دايما أفكر فيه. قالت لي كل ما هو يشغل فكر أي حد فهو إزاء وعنف ليكي. فكلمة أوفر، يعني عايزة كلب صغننة هربت، يعني ما فيش موضوع، ودخلت هنا ودخلت هنا ودخلت هنا عند الجيران ومش عارفه بتهزر، كلب صغيره اصلا وأليفة. يعني هي اتضايقت جدا والموضوع كبير قوي في الجروب، وانا حسيت ان انا عامله مشكله. قالت لي لا ما تستهونيش بحاجه، كل ما هو شغل فكر اي حد فده اذى لي، وانت كده اكنك يعني عارفه العنف بقى، انت كده عنفتك، ما هو ده. انا حسيت ان الموضوع كبير قوي، ففعلا انا لما جيت فكرت بعد كده نرمين، كل ما يشغل فكر اي حد فده اذى ليكي. صح، دي مش بس من حته العنف الضرب اللي احنا كلنا طبعا نعرفه، سواء ستات او بنات، اصل ده جوزي ضربني، ده اصل مش عارفه ايه. وكمان يا جماعه الكلام اللي ممكن يخرج لاي حد، العنف اللفظي اللي في ناس كتير جدا بتاخد الكلام وتقول لك اصل انا اسفه، اصل انا بهزر، فدي الكلمه دايما اللي احنا متعرف عليها بنسمعها في وسط شلل كتير وفي اصدقاء كتير، وهي للاسف ما بتكونش بتتكلم بهزار، لا بتكون فعلا بتتكلم بجد. وخليني اخر حاجه اختم بيها الحته دي بس، موضوع العنف، عشان انا دي شفتها في الشارع وبجد انا بقيت مش عارفه اعمل فيه ايه. عنف الاب لابنه، شفت واحد راجل ميكانيكي مش بيضرب ابنه والله العظيم، بيعذب ابنه والله. فانا حتى انا وقفت قلت له حرام عليك، اللي يقول لي ده ابني مالكيش دعوه فيه. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. فانا نفسي بجد برضو نعمل مبادرات عن مش العنف ضد المراه بس، لا العنف الاهل ضد الاطفال طبعا، لان الولد انا شفته حتى الولد طبيعي طلع هو عنيف من عنف ابوه، الاب بيضرب والابن بيضرب، فانت انت عايز تطلعه ايه؟ ما طبيعي اللي انت بتعمله ده، عايز تعمله ايه؟ فيعني اتمنى ان احنا يبقى في مبادرات كتيره جدا من قبل بقى وزاره التضامن الاجتماعي فيما يخص الاهل او العنف الاسري ضد الابناء. خليني اروح لاخر موضوع بقى نتكلم فيه، وبما ان احنا داخلين او دخلنا خلاص في الشتاء، يعني اللي هو الشتاء لسه مش راضي برضو يجي قوي، كل الناس او معظم الناس وهي داخله على فصل الشتاء بيصابوا بالاكتئاب، وبيتطور الحقيقه ساعات بنشوفهم لمرحله صعبه جدا. بلاقي اشخاص الحقيقه مصابه بالاكتئاب بتقولك انا عايزه اتخلص خلاص من حياتي، انا مش عايزه اعيش. مرحله بتبقى صعبه قوي 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 بصراحه. مش عايزاكي تساليني السؤال ده، انت عندك اكتئاب ولا لا؟ مش كلنا عندنا اكتئاب. بلاش يعني كملي انت. لا 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 مش عندنا، احنا ممكن خلي بالك على فكره، يعني احنا يمكن كنت انا ومره بنتكلم ان احنا ممكن اكيد كلنا بتمر بلحظات زعل غضب اكتئاب، بنعمل ايه بقى؟ بنقعد نتفرج على المسلسلات التركي انا ومره دلوقتي، متابعين يعني المسلسلات. عايزه اقول لكم بقى المسلسلات دي بتجيب لنا اكتئاب اكتر، فده اللي انا عايزه ايه اصدمكم بيه.
لا 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 بجد هي حاجة زي ما بنقول بنلهي نفسنا بيها. لكن خليني أقول إن دلوقتي زي ما احنا اتكلمنا عن الاكتئاب، دور الأسرة بقى، دور الأسرة بيبقى مهم جدا إن هي تقف جنب المريض أو اللي هو الشخص اللي من الأسرة في إن هي تدعمه. طيب خلينا نشوف دلوقتي فيديو أطلقته وزارة الصحة والسكان أيضا عن الموضوع ده، تعالوا نشوفه ونطلع الفاصل وبعد كده نبدأ أولى فقراتنا الحوارية. إزاي أنا كأسرة أدعم مريض الاكتئاب؟ من أهم الحاجات اللي أنا ببقى محتاجها كمريض عندي اكتئاب إن الآخرين يبقوا متفاهمين لقدراتي في المرحلة دي. يعني أنا كمريض عندي اكتئاب أنا مش قادر أتواصل بشكل جيد، فكرة إن الناس تلومني علشان أنا حزين، فكرة إن الناس تلومني علشان أنا مش قادر أعمل اللي أنا معتاد عليه، ده بيسبب عبء كبير جدا على مريض الاكتئاب. فمهم جدا إن احنا نتفهم إن ده مرض زي أي مرض، وإن قدرتنا في المرض ده مختلفة عن حياتنا العادية. يعني في العادي أنا بقدر أعمل حاجات كتير، لكن وأنا مصاب بالاكتئاب قدرتي على العمل بتقل، قدرتي على الأداء بتختلف. كمان كل إنسان ليه طريقة في التعامل مع المشاعر بتاعته، مهم جدا إن احنا نساعد الشخص اللي عنده الاكتئاب إن هو يتعرف على الطرق دي. يعني في إنسان لما بيبقى حزين ممكن يحب يقعد لوحده، في إنسان لما بيبقى حزين يحب يتكلم مع الآخرين، في إنسان يحب يسمع مزيكا، في إنسان يحب يصلي. أنا مهم جدا إن أنا أتكلم مع الشخص ده وأقول له اختيارات ممكن ده يساعده إن هو يقدر يتغلب على المشاعر السلبية. وأهم حاجة أنا كأسرة إن أنا أساعده إنه يروح لمتخصص في أسرع وقت ممكن، ولو فيك علاج دوائي إن أنا أبقى حريص إن أنا أتابع إنه هو بياخد العلاج الدوائي بانتظام، لأن كتير من المرضى اللي عندهم اكتئاب في البداية وقبل ما الدواء يبتدي يشتغل بيبقوا مش حريصين على إنهم ياخدوا العلاج. فعشان كده دايما بنفضل إن فرد آخر في الأسرة هو اللي يبقى متولي إنه يديله الدواء بشكل منتظم. الحقيقة كتير مننا كستات وبنات بيجي وقت علينا كده بنحس خلاص بقى احنا مش قادرين نكمل، مش قادرين ننجز، مش قادرين ننجح، مش قادرين نعمل حاجة، مش قادرين حتى نخطو اي خطوة كنا بنحلم بيها حتى لو الخطوة دي كانت قدام عينينا وقدامنا. ساعات ان احنا ممكن في اوقات كده بنفقد شغفنا في الحاجة اللي احنا كنا بنحبها او كنا بنستناها، والشعور ده الحقيقة بيبقى مسيطر علينا لفترة كبيرة، وبيبقى في نفس الوقت بنقعد نلوم نفسنا كده، طب وانا هفضل كده؟ بس انا لازم انجح، لازم اقوم، لازم اعمل حاجات كتير جدا انا كنت بحلم بيها، مش معقول كده العمر هيعدي قدامي وانا عندي فقد شغف لاي حاجه كنت بحبها، ولازم امشي واكمل. حقيقه يعني حاجات كتير كده ممكن تكون بتطاردنا حتى لو مش بنمر بظروف صعبه حتى في اوقاتنا العاديه. عشان كده لازم النهارده نتكلم في تفاصيل كتير جدا عشان نكسر ايه الاحساس اللي ممكن يجي لنا ده. ضيفتي النهارده اللي هتكلمنا في تفاصيل كتير جدا هي دكتوره مها مجدي، الحقيقه هي صاحبه مبادره كن انت. عجبني قوي قوي الاسم، برحب بيكي طبعا في البدايه. كن انت ده يعني اسم فكره لازم تكون انت عشان تحققيه، ولازم تفكري ولازم تعملي خطوات كتير جدا، او تفكري في خطوات كتير تخطي ليها، لان طبعا من غير ما انت تفكري او تبقى عندك النيه مش هتعرفي تتحركي. بالظبط. ازيك الاول؟ عامله ايه؟ اخبارك؟ انا الاول مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. حبيبتي انت نورتينا. طيب في البدايه كده الفكره دي او المبادره دي عشان تجيلك او تفكري فيها، اكيد انت لازم تكوني مريتي بالاحساس اللي انا وصفته وقلته في البدايه. بالظبط. الاحساس ده جالك كان في ظروف صعبه ولا جالك لوحده كده؟ وتخطيتي الخطوه دي ازاي، او تخطيتي المرحله دي ازاي، وفكرتي بعديها ان انت تعملي المبادره ده بناء على ده ولا لا؟ بالظبط زي ما حضرتك قلتي، فعلا الواحد مر بمشاكل كتير جدا وظروف كتير جدا، بس قررت ان انا اتخطى الظروف دي، وقررت عشان اعيش مبسوطه اعيش بشخصيتي. فقلت لازم اكون انا، يعني مفيش حاجه اسمها حد يجي يقول لي اعملي كذا اعملي كذا يبقى انا عايشه بشخصيه حد تاني، يبقى عمري لا هعيش مبسوطه ولا هعيش مرتاحه. فقررت ان انا بقى ابدا في مبادره بيو كون انت. هي كلمه سهله جدا، هي زي الالارم، اي حد بيشوفها وعايش بشخصيه حد تاني لا بيصحى بيقول لا ده مش انا. فهي كلمه بسيطه جدا، وكمان انا بشتغل يعني دكتوره وبدرس طلبه، وده مأثر عليا، يعني انا شغلي مأثر عليا، في طلبه كتير جدا في كليه صيدله داخلين بس هم اصلا مش حابين مكانهم طبعا، فمجبرين على الكليه فعايشين مش مبسوطين، فكل ما يشوفوني يا دكتور بيو كن انت، بس احنا قاعدين في مكان مش مكاننا.
طيب انت قلت لي كلام حلو قوي، بس بمعناه ان انت ممكن حد يخليكي يكون موجود معاكي يفقدك الشغف لاي حاجه بتحبيها، ممكن يكون زوج، ممكن يكون ظروف محيطه بيكي، ممكن تكون اي حاجه، ممكن تكون مكان انت مش حباه، انت التحقتي بيه او اشتغلتي بيه. هل هنا في ساعات ممكن الزوج يخليك ان انت تفقدي شغفك في حاجه بتحبيها؟ ساعات ده بس ده اكيد بس لو انا شخصيتي قويه ولو انا واثقه من نفسي وواثقه من هدفي وقبل اي حاجه واثقه في ربنا اكيد هوصل. للاسف احنا بنتاثر دايما بالناس اللي حوالينا، واقرب الناس لينا دايما اقول بيبقوا ساعات كتير سبب في تعاستنا بدل ما يكون سبب في سعادتنا. طبعا. بدل ما بيشجعونا لا، هم زي ما حضرتك قلتي يعني الزوج اوقات كتير فعلا بيأخر الست، بيرجعها لورا بالظبط، بيكتفها مش قادره تحقق مش بالظبط. بس انا بشوف ان الراجل اللي بيعمل كده هو راجل ضعيف، هو راجل مش قوي على فكره، بالعكس هو مش عايزها تبقى بالظبط، مش عايزها تنجح. لكن لو هو ناجح اصلا وراجل معنى كلمه، لا طبعا هيسيبها، بالعكس وهيشجعها كمان انها تحقق هدفها طبعا. طيب ساعات ناس كتير للاسف منهم انا بتمر بظروف صعبه جدا جدا جدا، الظروف دي ساعات ممكن تخليك ان انت مش عارفه تتعايشي، او لفتره ممكن تكوني مش قادره تهيئي نفسك في الجو ده، بيضعفك جدا 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 ويكسر مقاديفك، بيبقى جواكي مليون صوت، أنا مش قادره اكمل، طب انا هكمل، طب انا هعمل ايه؟ الظروف المحيطه بينا اللي ممكن كلنا نتاثر بيها اكيد ظروف بتتفرض عليكي النهارده، تقولي ايه لكل الناس اللي بتمر بظروف صعبه ومش قادره انها تقوم وتخطو الخطوه الصعبه اللي ممكن تجي لها في حياتها؟ اكيد كلنا بنمر بظروف صعبه، مهما كان الواحد حاطط قدامه هدف وبيحاول يسعى بيجي له وقت لا وبنبقى خلاص فعلا مش قادرين. بس طول ما احنا حاطين الهدف يكون هدف طبعا بنبقى مش قادرين، ومفيش عند على فكره حتى بعد ما بيوصل لهدف اللي هو يعني خلاص بيقدر يكمل، برضو بعد ما بيوصل لهدف بينزل ويطلع الحياه مش قادره تكملي، مش قادره خلاص ضعفتي وقع في الارض، بتبقي زيرو في كل حاجه، في افكار، في خطوات، في طاقه، في كل حاجه في الدنيا. بس الشغف، كلمه الشغف يعني قوه، يعني باور، ده بيؤدي الحماس، والشغف ده مش هيجي غير وانا حاطه هدف. يعني للاسف ساعات احنا بنحط كمان هدف غير واقعي، يعني غير قابل اصلا ان انا احققه، فبحس نفسي ان انا فشلت، بس انا فشلت عشان اصلا حاطه هدف غلط. فمهم قوي ان الهدف يكون واقعي. طيب بما انك بتتكلمي عن الهدف وان هو يكون حاجه متواجده وان احنا نقوم ونعيد من جديد، حتى لو انت وقعتي، حتى لو انت مريضي بظروف صعبه، حتى لو انت مش تلاقي نفسك في المكان اللي انت بتأدي وظيفتك فيه او بتعملي فيه اي حاجه او بتتعلمي فيه، ممكن انت تغيري، ده سهل جدا. طيب في ناس ما عندهاش هدف، ما عندهاش افكار انها تحققها، مش عارفه تبدا منين، اصل عارفه يعني هقول لك، في ناس بتبقى متعلمه في كليات قمه واماكنها جميله جدا ومتخرجه، ولو حد غيرهم او اشخاص غيرهم في مكانهم يقول لك ده انا هكسر الدنيا، بس هي مش عارفه تبدا منين. عارفه لما تكوني مش عارفه تجمعي افكارك، مش عارفه تجمعي نفسك، مش عارفه اصلا انت مين بالظبط، انت النهارده تقولي لهم ايه؟ يعني احلى كلمه حضرتك قلتيها، مش عارفه انا مين. ما هي دي بقى الفكره كلها، انا لازم اقعد مع نفسي، اتكلم مع نفسي بكل صراحه عشان اعرف انا مين. يعني ايه اعرف انا مين؟ ايه البوينت اوف سترينث والبوينت اوف ويكنس، ايه نقط القوه ونقط الضعف، ولازم اعترف بنقط الضعف قبل القوة. يعني الضعف دي لما اجي اقول ما هي ضعيفة في كذا وكذا وكذا، ده معناها اصلا ان انا قوية. فمهم جدا ان انا اتكلم مع نفسي، تاني حاجة ان انا اكون صريحة مع نفسي. لكن للأسف احنا مش عارفين اصلا ايه البوينت اوف سترينث والبوينت اوف ويكنس، او حتى لما بنبقى عارفين مش عارفين نواجه نفسنا بحاجة زي كده. فده مهم جدا ان انا اكون عارف نفسي. عشان تعرفي نفسك وعشان تعملي اي حاجه في الدنيا، انا من الناس اللي بعمل كده، اكون عايزه اكتب رساله بعمل بوينتس كده ورا بعض، بكتب الخطوه الاولى والخطوه الثانيه او الكلمه الاولى او الجمله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. فانت هناك بترتبي افكارك. في ناس مننا بتكسل بتقعد تتريق، وانا من الناس اللي ممكن اقعد اضحك واتريق، بس انت عشان يبقى حاجتك كامله ما تنسيش حاجه، تبقي عارفه انت بتقولي ورقه ولا ايه، لازم تكون عندك نوتس كده تقعدي تكتبيها من فتره للتانيه، سواء في علاقتك بشخص، سواء في حياتك، سواء في سفريه، سواء في شغل، سواء في اي حاجه في الدنيا، ان انت لازم يبقى عندك خطوات او مراحل انت بتعدي بيها. تفتكري انت الناس اللي هم مش عارفين يحققوا ذاتهم، او مش عارفين هم مين، او مش عارفين ان هم يتخطوا الخطوه الصعبه اللي في حياتهم، اللي هي بتبقى زي ما تقولي ايه، عارفه لما يكون حد مشنكلك كده ومش عارفه تعدي، مش عارفه ابدا، مش عارفه تعدي كده الصعب ده او التحدي ده، وتقولي لهم ايه؟ يعملوا نوتس كده ويعرفوا هم مين ويركزوا على كل حاجه. يعني قولي لي كده يعملوا ايه عشان مهم قوي. رقم واحد ورقه وقلم،
ورقة يعني احنا طبعا احنا ماسين الورقه والقلم نكتب يعني زي ما حضرتك قلتي حتى لو في حد متقدم اكتب مميزاته اكتب عيوبه طب انا هقدر استحمل ايه لكن احنا ناسين الورقه ولا حتى الجيل الجديد داخل بيذاكر اللي هو كله كمبيوتر وكله لابتوب حلو قوي بس برضو الورقه والقلم ده بيثبت الحاجه في دماغنا بتشوفي مميزاتك بتشوفي عيوبك قدام عينيكي بتعرفي تشتغلي عليها لما بكتب الخطوات اصلا لما انا دلوقتي مثلا عندي هدف معين والهدف ده واقعي ايه الخطوات اللي انا هعملها خمس مثلا خطوات كل خطوه ببدا اخدها فبعمل عليها صح ده بيديني حافز ان انا اكمل انا خلاص في خطوه خدتها فمهم جدا الورقه والقلم ان انا يبقى قدام عينيا. طيب قلت كلمه جميله قوي من ضمن الحاجات اللي انا ممكن اكتبها دايما احنا بنحب نمدح في نفسنا دايما بنستخبى من نقاط الضعف او بنخاف ان احنا نركز على الحاجات اللي احنا ممكن نكون فاشلين فيها يعني لو ركزنا فيها وفكرنا بيها بزياده هننجح فيها لان احنا ركزنا عليها. نقاط الضعف ساعات انا ما بقاش عارفه اقول انا في ايه عيب او انا عندي عيب ايه او انا مش عارفه ممكن اكون ناقصه حاجه معينه ازاي اركز عليها قبل المميزات لان هي دي دايما بتبقى عامله لي خلل في تحقيق اي شيء حتى لو حاجه انا بحبها. حضرتك قلتي كلمه حلوه قوي احنا بنبقى خايفين طبعا نواجه نفسنا بالظبط لكن احنا بنبقى عارفين على فكره انا عارفه مثلا انا انفعاليه انا عارفه مثلا ان انا بخاف من الحقيقه بخاف من المجتمع انا مش اجتماعيه انا ما بعرفش اتكلم بالظبط احنا بنبقى خايفين نواجه نفسنا بس كمان احنا يعني من اراء الناس بنبقى عارفين كويس قوي نقط الضعف ايه في كمان اختبارات تحليل الشخصيه في حاجات كتير جدا مثلا من التجربه اللي انا مريت بيها ايه الحاجه اللي انا ما قدرتش اعملها في التجربه دي فدي نقط ضعف ففي حاجات كتير جدا بتعرفني نقط القوه ونقط الضعف بس احنا اللي بنبقى مستخبين ومش عايزين نواجه نفسنا. طبعا بما اننا بنبدا سنه جديده قولي لي كده نصايح لكل الناس اللي لسه مش عارفه هي مين يعني انا بشوف ناس كتير جدا ناجحه وناجحه في حته في حاجات كتير وفعلا تلاقيها مميزه وعندها مهام كتير وعندها مميزات كتير جدا 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 وممكن تكون متخرجه من كليه مش عارفه تستغل بقى مش عارفه تروح فين وابدا منين واعمل ايه يعني قولي لي كده نعمل ايه البنات اللي هم دول لان دول بيصعبوا عليا قوي لان دايما يقول لك اقعدي في البيت انت هيجيلك عدل فدي كلمه طبعا احنا بنسمعها من اهالي كتير ومن اسر وامهات كتير وممكن البنت دي بتبقى حاجه حلوه جدا هتتجوز طبعا هتتجوز بس ممكن تكون حاجه حلوه في المجتمع قدام ولادها وقدام جوزها وتبقى حققت ذاتها وطبعا هتبقى اضافه كبيره للمجتمع فانت النهارده تقولي لها ايه؟ انا اقول لها اول حاجه احنا هنحدد هدف بس قبل ما نحدد هدف اي حد فينا لازم يعيش بمبدا وبفكره المبادره بيكون انت يعني لازم اكون انا عارف انا عايز ايه لكن لو انا عايش بشخصيه حد تاني او بابا اللي بيقول لي لا انت هتقعدي في البيت او انت هتشتغلي كذا انا عمري ما هعيش مبسوط فمهم جدا اعيش بمبدا بيكون انت واثق في نفسي واثق في قدرتي وما اسمعش الكلام الناس احنا للاسف بنتاثر بكلام الناس جدا وده اللي بيخلينا بنخاف وده اللي بيخلينا ما بنعرفش يعني نحدد هدف حتى من كتر كلام الناس لا انت هتبقي في الحته دي مش شاطره لا انت ما تدخليش الكليه دي لا انت اتجوزي الشخص ده كويس فكلام الناس ده بيأثر علينا بطريقه كبيره جدا فانا بحب دايما ان الواحد يكون واثق من نفسه حلو ان انا اتعلم من الناس اكيد لكن في الاخر هعيش زي ما انا عايزه عشان اعيش ناجحه عشان اعيش مرتاحه عشان اعيش مبسوطه. طيب حلوة قوي بس خلينا نرجع بقى النقطة احنا بدأنا بيها ودي للأسف معها ممكن تكون مأثرة على ستات كتير جدا لأن هم بيكونوا عايزين المركب تمشي عايزة أقعد في البيت وأبقى متجوزة ورب العيال ومش عايزة أبقى نقطة خلل كده في المجتمع أو قدام أسرته في بعض الرجالة يقولك لا أو مش هنقول غيرة يعني احنا مش هنتكلم عشان طبعا كل الرجالة اللي بيشوفني دلوقتي ما يزعلوش مني في رجالة ما بتبقاش عايزة الست تبقى ناجحه ليه بقى لان في ستات صراحه بتبقى دماغها يعني ما شاء الله يعني طلقه يعني تعدي خطوه تخطيها تبقى عايزه الثانيه في الثالثه في الرابعه فخلاص الرجال هنا بيقول لك بقى ستوب خلاص انت رايحه فين بعد كده انا انت مراتي قدام المجتمع فانا ببقى عايزك ناجحه لليمت معين. الستات دي النهارده انت تقولي لها ايه والرجاله برده اللي ممكن يعملوا الافعال دي والتصرفات دي انت برده تقولي لهم ايه؟ هي على حسب شخصيه البنت في بنت بالنسبه لها الشغل مش اساسي يعني اوكي انا بشتغل وبنجح بس لو سبت الشغل يعني مش ده الشغف بالنسبه لها فدي حاجه مريحاها فتمام اوكي لكن البنت فعلا اللي جواها شغف وعايزه تنجح لا طبعا ترجع وتكمل ده مستقبلها وحياتها ده الشغف ده هدفها ده الباور بيديها باور الشغل فلو هي جالها حد يقول لها سيبي الشغل او لا ليميت او كده لا هي كده بتدمر نفسها لازم نعيش مع الناس ممكن حتى لو هي المتزوجه او هي ست بيت لازم يبقى في تفاهم عشان لازم الناس يبقى في حوار ان هي تكمل وتحقق لازم اخد اللي قدامي يكون شبهي
يكون بيشجعني احنا عايزين نطلع مش عايزين ننزل. من انا بشوف كده دايما من احد الاسباب اللي ممكن يخليكي تفقدي الشغف وجودك في مكان انت مش حباه. صح. وجودك في وظيفه مش حباها، وجودك في كليه. ما هو ده اللي احنا بنقوله. انا دخلت الكليه دي عشان مجموعي جايبني هنا. صح. بس ساعات خلاص انا حلمي فتره طويله او سنين طويله انا نفسي ادخل كليه كذا، تلاقي بنت من صغير الولد انا نفسي اعمل كذا انا نفسي اعمل كذا. ساعات فعلا القدر ما بيخليكيش ان انت تحققي ده. ازاي نتعايش مع الحاجه اللي جات لنا بالصدفه؟ يعني في ولاد كتير تقول لك انا نفسي ادخل كليه الشرطه، ممكن عايزه اروح مثلا مش كليه الطب، تلاقي مثلا ما جالهمش مجموع. ازاي يتعايشوا مع القضاء والقدر، او مش القضاء بقى والقدر، الحاجه اللي خلاص جات لهم خلاص ده قضاء وقدر، ما جالهمش الكليه اللي هم عايزينها، او ما راحوش الشغل اللي كان نفسهم فيه موجودين هنا. ولو العكس بقى، لو انت بايدك ان انت تغيري الوظيفه دي عشان تكوني موجوده في مكان كويس، تعمل ايه؟ زي ما حضرتك قلتي ممكن حاجتين. اول حاجه انا ممكن فعلا ادخل كليه انا مش حباها، بس بعد مثلا بس بعد ما بخلص انا بغير، بعمل شيفت كارير. خلاص بقى انا باخد الواي اللي انا بحبه، انا سمعت كلام بابا وماما ومجبره مثلا عن الكليه. لا دي. او ساعات ممكن خلينا نتكلم برضو يا جماعه ان في ناس مجموعه مثلا ما جاتش او كده، ده اللي بيبقى تمام. دايما بيبقى مسيطر على تمام. كل الطلبه. ممكن على فكره لما ادخل الكليه دي قدر او كده، ممكن اكون انا بحبها فجاه لقيت نفسي لا انا عايزه اتعلم فيها اكتر، وتلاقي ان ربنا غير لك الواي خالص، افكارك كلها بالظبط. يعني فجاه انا عامله بلان معينه، انا عايزه ادخل كذا، عايزه اشتغل كذا، لقيت ربنا محضر لي صوره احلى بكتير. بس لازم بقى، في ناس هقول لك في ناس بقى ما بتتقبلش ده، مجرد انها عارفه لما تحلمي بحاجه كده تلاقي ما جاتش خلاص كده، خلاص بقى زيها زي غيرها. عارفه بقى الكلام ده، تلاقي ان انت ما عندكيش شغف، ما عندكيش فضول، ما عندكيش حب، ما عندكيش استعداد نفسي حتى ان انت تحبي الحاجه اللي ربنا كتبها لك. الحياه ما بتقفش لا على حد. صح. ولا على حاجه خالص. ولا على شخص ولا على كليه ولا على شغلانه، الدنيا بتمشي دوره بتمشي طبعا على طول. طبعا ما فيش حاجه اسمها لو ما جاتش دي خلاص. انا بيبقى عندي بلان A و B و C، وزي ما ربنا طبعا بيختار لي، بس اهم حاجه اعمل حاجه اكون انا حباها. يعني انا ما اروحش برده الواي تاني واقول انا مش حباها وهكمل فيه، لا انا لازم عشان انجح واطور من نفسي اكون قاعده في مكان انا حباه. انا حباه. ده طبعا برده من ضمن الحاجات اللي كنت عايزه اتكلم فيها، ان في بنات كتير وولاد كتير مثلا او شباب ممكن يشوفونا دلوقتي بيكونوا خلصوا كلياتهم والتحقوا بحاجه حتى بيحبوها او مش بيحبوها، بعد ما بيخلصوها تحس ان هو مش في مكان وعايز يغير. تلاقي الاهالي بقى ايه ده، انت هتسيب اللي انت درسته كله، انت مش عارفه ايه، انت هتعمل ايه، دي كليه طب، دي كليه مش عارفه هندسه، دي كليه ايه. وممكن يكون هو يبدع بالظبط في مكان احلى ما عنده في اماكن تانية. دي انت تقولي لهم ايه؟ خدوا التجربه ولا ابداوا، يعني لو بيزنس حتى صغير ابداوا كده خطوات، وفي نفس الوقت يكونوا متمسكين بالمكان اللي هم موجودين لحين يثبتوا نجاحهم. انا معاهم جدا لما بقول لهم يعني حاسس ان انت مش في مكانك، سواء دخلت صيدله هندسه او كده عايز تعمل شيفت كارير. طبعا على فكره بينجح جدا وبيكسر الدنيا. هو مش مكان، مش مكان. كلنا بنخاف يعني يا جماعه، كلنا الخوف. مثلا في واحده شغاله في بنك، احد الضيوف اللي جات لي وراحت عملت حاجه تانية خالص. عشان تقدمي استقالتك النهارده في مكان كبير او في بنك او في شركه او في اي حاجه، تلاقي نفسك خايفه جدا جدا ان انت طب انا هعمل ايه؟ يعني خلينا نتكلم كده بلسان كل مواطن مصري بيبقى مثلا متوظف في بنك او في شركه، انا في مكان ثابت وبقبض مش عارفه مرتب، وده صعب جدا يتحقق دلوقتي. ما خلاص انا ممكن اعمل بلس وقت ان انا اعمل حاجتين في وقت واحد. ممكن اعمله بلس لو اقدر انا مثلا خليني نفس الشغلانه اللي انا فيها واعمل حاجه تانية واحده واحده بلس. اوكي، بس انا دايما مبدئي في الحياه نو ريسك نو فان. طول ما انا هقعد اقول انا خايفه انا خايفه انا خايفه، خلاص خليني ثابته بقى. انت عملتي ده في حياتك؟ عملت ده في حياتي. طبعا عملتي ايه؟ عملت ايه في حياتي؟ انا اصلا يعني اتخرجت من كليه صيدله، كنت بشتغل في شركه يعني شركه ادويه. انا بحب من الامثله بقى، معلش نتكلم عليكي. انا ما كنتش اتخرجتي من كليه صيدله؟ كليه صيدله القاهره، وبعد كده اشتغلت كنت مندوبه يعني ببيع أدوية. بس انا ما كنتش حابه الشغلانه دي، فقررت ان انا اسيبها. انا ما عنديش شغلانه. انا لسه بقول لك ايه، كليات القمه، الكليات اللي كل ست بتشوفها. بس انا بحب صيدله جدا. راجل بالظبط بيبقى نفسه ان بنته او ابنه يتخرجوا من احدى الكليات طبعا القمه. بس انا اوريدي داخله صيدله يعني بتحبيها. بالظبط انا بحبها، فقررت ان انا اسيبها واشتغل في التدريس. طب هتشتغلي في التدريس ازاي؟ ما فيش اي جامعه جات لك. لا انا هبدا اذاكر وهحضر وهقدم وهظبط الدنيا. وفعلا بدات اذاكر وقدمت في جامعات كتير قوي، والحمد لله يعني انا بقالي 10 سنين بعمل الحاجه اللي انا بحبها وبدرس لطلبه. ولا ماده ايه؟ ماده لا في مواد كتير بس من اهمها فارماسيوتيكال كيمستري.
حاجه برضو خاصه بالصيدله او موجوده من المواد الاساسيه في الشرح جدا جدا. فقررت ان انا لا هحاول رغم ان كان السالري كان المرتب اقل، لك ايه ده معقوله تعليم صيدله يعني حاجه فجأة عملت شفت الشغلانه بتدي سالري اقل، بس ما فيش مشكله، بس حاجه انا بحبها. انت بتحبي التدريس ولا بتحبي الماده اللي انت كنت عايزه تكملي فيها بقيت حياتك ومش عارفه بقى تكملي الموضوع ازاي؟ الاثنين انا بحب التدريس جدا، كمان قلت هعمل ايه هدرس. ما دخلتيش ليه كليه التربيه طالما انت بتحبي مثلا التدريس؟ بحب جدا كليه صيدله البايوكيمستري والفارماسي، بس انت ما ربطتيش بينهم غير لما في التدريس ده بعد يعني كتير. انا قلت ادخل كليه صيدله عشان انا بحب المواد دي وفي نفس الوقت بحب التدريس، فانا هدرس مواد كليه صيدله. ده خلاك تكتسبي بقى خبرة أكتر وأفكار كتير جداً. في حاجات ساعات بتبقى بعيدة عن الواحد وتقولك لا لا يا عم ايه اللي انت بتقوله ده، بس في الآخر لما بتيجي تقفي على 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 أرض الواقع بتلاقي هو ده اللي كان جواكي وانت مش عارفة تخرجيه. هو ده اللي كان نفسي فيه، نفسي اقف قدام طلبه، نفسي اشرح، نفسي اوصل معلومه. الاول انا كنت في مكان مش في مكاني، ما كنتش شاطره في البوينت السيلز والكلام ده، انا اصحابي مثلا شاطرين فيها هم حبينها، فعشان كده دايما بنقول ان لو الواحد قاعد في مكانه هينجح قوي هينجح قوي وتحس براحه نفسيه. طبعا قلت يا دكتور معاها كلمه من الكلام المهم جدا جدا، لازم كل واحد يعرف قدراته ويعرف نقاط ضعفه ويعرف المهام اللي هو ممكن يقوم بيها ويعرف القدرات اللي هو ممكن ينجز فيها. دي حاجات مهمة جدا 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 ان احنا نتعرف عليها مع نفسنا عشان نقدر نحقق اللي احنا نفسنا او نحقق حاجات احنا نفسنا فيها او كنا بنحلم بيها. ولازم نركز برضو على كلمة مهمة جدا اللي هي نقاط الضعف واشتغل عليها، لان من نقاط الضعف دي انا هقدر انطلق لان انا عالجت المشاكل اللي احنا ممكن نكون كلنا بنمر بيها او هي موجودة عندنا كلنا. بنشكر ضيفتي اللي كانت منورانا النهاردة دكتور مها مجدي مؤسسة مبادرة كن انت، بنشكرك جدا يا مها، ان شاء الله تنورينا في فقرات تانية ان شاء الله. ميرسي جدا. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم وهنروح لفاصل صغير ونرجع تاني، استنونا. على فكره يعني ما يقلش عن اي مهرجان بيتعمل، اللي هم عاملينه حلو قوي. وطبعا يعني عايزه اقول للاس يو، لطلاب الاس يو برافو. انا كنت في يوم لما كنت في الجامعه كنت برضو في الاس يو وعارفه المجهود اللي هم بيعملوه عشان يعملوا حاجه زي كده، لان الريسورسز ما بتبقاش زي اي مهرجان بيتعمل بره. فلا برافو. هنا في الجامعه اوريدي في مسرح، انا كنت بمثل هنا في مسرح الجامعه، في كلاسز كتير جدا عن التمثيل. فهي الجامعه هنا الحقيقه لو اي حد عايز يمثل يعني هما بيسابورتوا ده جامد جدا في الجامعه. المشاعر في السينما حاجه مهمه جدا، ان انت اصلا تقدر توصل مشاعر دي اصعب حاجه. ان انت تكتب قصه اوكي، لكن ان انت تقدر بمشهد توصل مشاعر دي دي اعلى درجات التمثيل على فكره. مسلسل نعمل افوكاتو رمضان 2024 ان شاء الله. هي شخصيه مختلفه جدا عن اي حاجه عملتها، وان شاء الله يا رب تعجب الناس. مظبوط، انا كنت بقدم للمهرجان اول سنه، وبحب المهرجان جدا لانه بيدعم الشباب. دايما المهرجانات بتبقى الناس البروفيشنال بس، الناس اللي اوريدي شغالين في الشغلانه، بس هنا الشباب هم اللي بيعملوا كل حاجه وبيختاروهم بجد بشكل صح وكده. بس انا موجوده النهارده بشكل خاص لانه صحابي مقدمين فيلم في المهرجان، فانا جايه سبورت يعني. اكيد خدت خبره، بس يعني انا رايي ان هم موضوع ما فيهوش نصايح، هو محتاج شغل واجتهاد. الموهبه لوحدها مش كفايه، دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها يعني. انا مبسوطه جدا زي ما قلت لك، لانه المهرجانات الموجوده بتدعم بس الناس البروفيشنال، اللي اوريدي دي شغلتها وكده. لكن دلوقتي انت مخلي شباب هم اللي بيعملوا كل حاجه فروم اي تو زي فروم سكراتش، فدي حاجه بصراحه تحفه يعني. والله المهرجانات دي اللي بتوري فعلا التالنتس الجديده اللي طالعه، بتوريك الموهبه من بدايتها كده، هي طالعه عامله ازاي. وفي ناس من وهي صغيره بتبان عليها يعني، وهم في الجامعه بيبان عليهم. فانا مبسوط اني جاي ادعم شباب بيبتدي لسه مشواره في الفن وفي الاخراج وكده، وهكتشف ان شاء الله لو في حد مواهب يعني تنفع معايا في شغل او حاجه، ان شاء الله ممكن جدا يشتغل معايا. والله بص، نصيحتي دايما انك حاول تبقى اوريجينال، ما تبقاش ما تقلدش حد، حاول تتفرج كتير. الموضوع اكتر حاجه انزل تصوير كتير، حاول تنزل لوكيشن حسب، حاول تدور يعني تحاول تلاقي المخرج اللي انت ممكن تستفيد منه او ستايله قريب من ستايل انت نفسك تعمله، اشتغل معاه. ولو ما لقيتش اشتغل بس انزل السوق واتفرج وشوف الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين كون بقى شخصيتك اللي انت ممكن تتكون، اللي هي اللي انت عايز تطلع بيها في الاخر كمخرج او ككاتب او
اي حاجه في الشغلانه. انا عندي لسه بطن الحوت شغال دلوقتي اهو، مسلسل بطن الحوت ان شاء الله في الردود افعال قويه جدا الحمد لله على دولي في المسلسل الشيخ الهندي، وانا يعني ده مخليني دلوقتي قاعد مستني بس اشوف الدنيا فيها ايه ونختار بقى يعني تاني حضر الشيخ الهندي. انا نفسي مش مصدق ان انا بعمل دور يعني شرير ودور حقيقي يعني دور جد كده وشرير ودور مركب جدا، وكان بالنسبه لي مفاجاه اني يعني هخش الحته دي اصلا، ما كنتش متخيل انا هعملها يعني بصراحه. بقى 7 سنين ما بمثلش، كنت موقف تمثيل. والله الفيلم فكرته عباره عن واحد عنده مرض نفسي، هو اهله كلهم كانوا متوفيين، وكان كل اللي فاضل له من الناس اللي بيحبهم صاحبته ومامته. الرساله بتاعت الفيلم هي بتتكلم عن مرض نفسي، هو واحد لما مامته توفت بدا يهلوس يشوف حاجات مش بتحصل في الحقيقه، فهي صاحبته لما جت تعزيه كان بيتخيلها من الاخر ان هي بتموت بطرق مش لذيذه، فقرر من الاخر ان هو يقتلها عشان يريحها ويريح نفسه. فهي الرساله عامه عن المرض النفسي، هو الفيلم كله بيتكلم عن الامراض النفسيه عامه. بدرس هنا في الجامعه الامريكيه في قسم مسرح، وبدرس معاه علم نفس، وبمثل في مسرح وبمثل في افلام شورت فيلمز، افلام مهرجانات، في حاجات يعني اللي هو بسيطه كده، بقالي 3 سنين تقريبا وباخد ورش تمثيل برضو. واحنا مشاركين في المهرجان النهارده بفيلم ودن قطه. الفيلم ده احنا تعبنا فيه قوي عبال ما يعني عرفنا نعمل حاجة زي كده، وهو فيلم بيتكلم بشكل عام يعني عن مرض الـ PTSD، بس بنتكلم عن أهمية ان احنا ناخد بالنا من المرض زي ده، وان فيه ان ممكن يبقى ليه بعد كده consequences مش كويسة، وان هي مش بسيطة، ومن الاخر كده ان دماغنا تقدر تعمل حاجات احنا مش مستوعبينها، ودي حاجه ان احنا لازم نكون عارفينها كويس قوي وفاهمينها، وبنحاول نوصل الرساله دي في من الفيلم. عامل فيلم انا اللي كاتبه وانا المخرج، اسمه مناعي. بيتكلم عن مرض مناعي نادر اسمه MS، صلب المتعدد، مالتيبل سكليروزز، وبيتكلم عن العلاقه عامه ما بين الام والابن، ازاي ان هم ممكن يكونوا بيحبوا بعض قوي بس حبهم ده بيأثر عليهم بالسلب مش بالايجاب من كتر ما بيخافوا على بعض يعني. الفيلم كان متعب قوي عشان كان في شوتس كتيره وان شوت وكده، فاحنا كنا بنعمل بروفات قبلها، فضلنا شهر بنعمل بروفات عن الفيلم، وفيلم اتصور في يوم، فيلم اتصور في 32 ساعه، فالموضوع كان مرهق، وان هو في مشاهد كتيره فيها ايموشنز، عياط، وفي اغنيه في الفيلم ليلا فضه هي اللي مغنياها للفيلم يعني. يعني الحقيقة في فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن مهرجان يعني زي ما بنقول كده ليه اسمه أو بقى ليه اسمه وليه قدر كبير جدا، وقدر الحقيقة انه يحفر مكان كبير جدا وسط المهرجانات الكبيرة اللي بتتعمل دلوقتي، المهرجانات السينمائية. هنتكلم عن مهرجان الجامعة الأمريكية للأفلام القصيرة اللي أقيمت دورته الثالثة الحقيقة من فترة، وحضروا نجوم كتير جدا، الفنانة مي عمر، الفنان أحمد فهمي، المخرجة كاملة أبو ذكري، الكاتب أحمد مراد، والحقيقة كان الكاتب أحمد مراد كان من ضمن لجنة التحكيم. تفاصيل أكتر عن المهرجان مع ضيوفي اللي منوريني النهاردة في الاستوديو، أحمد ياسر رزق هو مدير مهرجان بالجامعة الأمريكية السينمائي، أهلا بيك يا أحمد. وكمان مي حاتم هي أيضا مديرة مهرجان بالجامعة الأمريكية السينمائي. يا مي أخباركوا إيه؟ إيه أخبار حضرتك؟ كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. مفيش حضرتك هي نرمين على طول، نرمين ومي على طول. أخباركوا إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. مبسوطة بيكم، مبسوطة بالمهرجان في دورته الثالثة وبالتوفيق. بس قبل ما نبدأ عايز أعرف أنتوا بتدرسوا إيه في الجامعة الأمريكية؟ مي؟ انا بدرس تجارة. تجارة. انا اعلام. اعلام طبعا. ابن الوز عوام. طيب خليني هبدأ ليديز فيرست طبعا، هبدأ اكيد. وخليني اسأل عن، وسؤال هيبقى برضو ليك، عن الكواليس بقى مشاركتكم في المهرجان، هل انتوا بادين من الدورة الاولى ولا انتوا لسه جداد في الموضوع؟ لا الحقيقة احنا بادئين من الدورة الاولى، هو المهرجان بقاله 3 سنين ودي دورته الثالثة، واحنا بنشارك من اول دورة، وحقيقي احنا مبسوطين قوي يعني انه المهرجان دلوقتي بقى كل سنة بيكبر وبيتحسن وبيبقى حاجة احسن من السنة اللي قبليها،
ففعلا انه الدورة دي ليها معنى خاص لينا، يعني خصوصا ان المهرجان زي ما بقول لحضرتك احنا فيه من الاول. طيب احمد، خليني اسألك عن فكرة بقى المهرجان نفسه، هي جت منين؟ يعني هل كانت فكرة الجامعة ولا كانت فكرتكم انتوا كطلاب، بما انك انت برضو اعلام وان شاء الله تتخرج وتبقى زميل بقى تيجي تنور هنا في المحور؟ فعايز اعرف الفكرة نفسها جت منين؟ هي الفكرة بقى لها اكتر من 6 سنين، من قبل اساسا ما احنا ندخل الجامعة. الفكرة اللي هو عامة ان احنا عايزين نعمل مهرجان سينمائي من اتحاد الطلبة، هو اساسا في وزارة الثقافة متسجل مهرجان سينمائي للجامعة الامريكية بس متسجل من الجامعة، والمهرجان ده ما بيتعملش. الحمد لله من 3 سنين ابتدت الفكرة تتنفذ فعلا. بس وبقى له صيت، يعني بقى معروف. الحمد لله احنا بقى لنا 3 سنين، اللي هو كل سنة بنحاول نطور اكتر من الاول وكل سنة بيكبر اكتر وكده. وفي حضور زي ما انا قلت كده في الانترو، ان في كانت الفنانة مي عمر، الفنان احمد فهمي، الكاتب احمد مراد، وكان هو من ضمن كمان لجنة التحكيم. اعتقد ان برضو وجود الفنانين وتحديدا اللي هما كمان محبوبين بيدي ثقة للمهرجان اعتقد يعني. طيب خليني اسألك يا مي، مشاركتك في المهرجان فادك ازاي، او حتحس ان هو غير مثلا في شخصيتك او غير حاجة فيكي ولا لا؟ هو اكيد غير كتير قوي قوي، يعني احنا كل مادة احنا بنعمل حاجة احنا بنحبها قوي، برغم ان هي بتاخد كتير قوي من وقتنا، بس دي حاجة احنا بنحبها عشان غير ان احنا بنتعلم فيها وكده، هي حاجة بتفيدنا، يعني هي بتفيدنا بشكل مش طبيعي، بنتعامل مع ناس، بنتعلم حاجات كتير وبنعلم اللي تحتينا وبنعلم، بناخد خبرات برضو من اللي قبلينا، فدي حاجة فادتنا بشكل مش طبيعي. كملي معاكي سامعاكي. وغير كده كمان انه احنا بنتعامل فيه مع ناس وبنوصل لمجالات، يعني احنا دي حاجة برا المجال بتاعنا. يعني انت بيزنس، يعني يمكن شوية هيبقى لك انت علاقة بيها يا احمد، يعني الاعلام برضو والفن مرتبطين شوية ببعض، فانت برضو اخترتي ان انت بيزنس، فاخترتي ان انت تشاركي في حاجة سينمائية، فاعتقد ان ده فادك يعني. يعني اتعلمنا حاجات كتير قوي في مجال صناعة الافلام ملهاش اي علاقة بينا، بس عشان احنا بقينا قوي في المجال فلا طبعا ده ضاف لنا كتير قوي. طيب خليني ارجع لك تاني يا احمد، وعارفة ان في 100 تقريبا فيلم كانوا تم اختيارهم، بس اللي تم اختياره بقى اكتر هم، او اللي شارك في المهرجان هم 10 افلام. على اي اساس بيتم اختيار الافلام دي؟ الافلام بيتم مراجعتها يعني من لجنة، اللجنة دي عبارة عن دكاترة عندنا في الجامعة، بيتفرجوا على الافلام وبيقيموها من حيث كل حاجة. دكاترة دول دكاترة مسرح ودكاترة فيلم عندنا في الجامعة. بعد التقييم هم بيختاروا احسن 10 افلام، دول اللي بيتعرضوا في المهرجان. الافلام دي من صنع الطلاب بس ولا في حد تاني بيساعدهم؟ لا هي من صنع الطلاب، بس مش طلاب جامعه امريكيه، طلاب من كافه يعني الجامعات، من جامعات تانية. الله، طب حلو، برافو والله. طيب خليني اسالك يا مين بقى اللي فاز في الافلام، او هي بتفوز باسم الجامعه ولا باسم الطالب؟ لا باسم الشخص اللي مقدم، يعني اللي بيفوز الفيلم. احنا كان اتقدم لنا زي ما حضرتك قلتي افلام كتير، بس اللي اتعرضوا كانوا 9، فاللي كسب 3، فيلم بره الكادر وفيلم مر من هنا وامجدالة. مش من الجامعه عندكم ولا من الجامعه عندكم؟ لا لا لا، احنا الافلام معظمها اصلا من جامعات تانية. في حبه من الفاينل كانوا من الجامعه عندنا، بس اللي كسبوا لا. حلو انه بنشوف جيل، يعني اسماء الافلام نفسها اصلا جذابه، يعني تجذب حتى الواحد. والفيلم بيبقى هو مش ممثلين بس، ما هو في ممثلين وفي مصورين وفي اخراج. يعني منظومه، وفي هي منظومه كبيره جدا، فحلو ان احنا بنطلع او بنوري كمان صناع بقى السينما فعلا ان احنا عندنا هو جيل وعندهم وعي وعندهم افكار كمان حلوه. طيب فكرة ان المهرجان يا احمد بينظمه اتحاد الطلبة واحدى الاسر بالجامعة، انت شايف الموضوع ده ازاي؟ انا شايف ان الموضوع فعلا بيخلي ان الموضوع فعلا جاي من طلبة وللطلبة، وده هو دورنا احنا في اتحاد الطلبة، احنا مسؤولين عن تنمية الطالب. كأنا ومي مسؤولين في اتحاد الطلبة عن تنمية الطلبة عن طريق نشاطات مختلفة مش المهرجان بس. فانا حاسس ايه ده، في يعني حاجات تانية غير المهرجان؟ ازاي؟ لا اديني امثله، قول لي ماشي. احنا السنه دي عملنا ندوه لاستاذ احمد ابو هشيمه في الجامعه، وبرده كانت مفتوحه لطلاب من بره الجامعه، وعملنا ندوه لكاست مسلسل سفاح الجيزه. هي
هايل. وعملنا ورشتين لتعليم البرفان وازاي تعمله، وعملنا واحده برضه للجرافيتي. يعني انتوا مش مقتصرين على الفن بس، انتوا بتتكلموا في الفن ورجال الاعمال بتجيبوهم ان هم برضه يتكلموا مع الشباب كل حاجه. ده هايل. اي حاجه بنقوي بيها الشباب بنعملها، يعني اي حاجه بايدينا. لا والله بجد برافو عليكم. طيب خليني اتكلم عن لجنه التحكيم بقى. يعني يمكن زي ما انا قلت كده ان الكاتب احمد مراد كان من ضمن لجنه التحكيم. ازاي بيتم اختيار لجنه التحكيم؟ احنا عادي يعني لجنه التحكيم ما بيبقاش ليها غير شرطين يعني اساسيين بنختار عليهم. اول حاجه ان احنا بنبقى عايزين ناس من مجالات مختلفه، يعني ما يبقاش كلهم ممثلين، ما يبقاش كلهم مخرجين، علشان ندي فعلا الافلام حقها وكل واحد يقيم في مجاله. الحاجه الثانيه ان احنا بنحاول على قد ما نقدر بس انه يبقوا ناس في الجيل الكبير، ان هم يبقوا عندهم اكتسبوا خبره، يقيموا كمان اكتسبوا خبره كافيه ان هم يقدروا يقيموا الافلام فعلا. بس طيب احمد مين بقى اللي كان مشاركين؟ انا عارفه ان السنه دي كان في اكتر من فنان مشارك في لجنه التحكيم. احنا كان معانا 6 حكام، اولهم استاذ احمد فهمي، استاذ كامل ابو ذكري، استاذ مي عمر، استاذ احمد مرسي، استاذ احمد مراد، ودكتوره ميرفت ابوف. كلهم برضو اسماء، يعني يمكن اصغرهم سنا مي عمر، وانا فاكره ان مي عمر حتى قالت انا متخرجه من الجامعه دي. يعني مي خريجه جامعه امريكيه، فشايفين ازاي برضو ان هي طالبه اتخرجت وجايه هي دلوقتي. يعني انا خريجه عين شمس، لما بروح جامعتي ببقى عندي انتماء وفخر ومبسوطة ان انا حتى بروح اقعد مع الطلاب اللي انا كنت في يوم من الايام قاعدة مكانه. فانت شايف الموضوع ده ازاي برضو؟ انا حاسس ان ده فعلا شيء قوي، ان احنا بنقوي او بنسلط الضوء على ناس خارجين من الجامعة عندنا. وبرضو استاذة مي عمر طبعا ليها تاريخ كبير وليها صيت دلوقتي يعني، فحاسس ان ده كان فعلا حاجة بتضيف للمهرجان فعلا ان هي تبقى موجودة معنا في لجنة التحكيم. طيب يعني زي ما احمد قال، من ضمن لجنه التحكيم المخرجه الكبيره العظيمه حبيبتنا كلنا كامله ابو ذكري. برضو شايفه ازاي يعني ان شايفه ازاي مشاركه مخرجه كبيره زي دي في لجنه التحكيم؟ كان اضافه كبيره قوي 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 للمهرجان. وكانت استاذه كامله بجد عندها خبره، وكميه الناس اصلا اللي اتبسطت قوي انه استاذه كامله هتبقى معانا في اللجنه. فلا هي كانت اضافه كبيره قوي السنه دي للمهرجان بصراحه، وبسطنا قوي لانه هي كانت اصلا من اول الناس اللي كانت حابه تيجي. وحقيقي كلهم يعني اللي هو ان هم بيجوا بيعملوا ده بس عشان يشجعوا الشباب ويبقى من غير اي مقابل، ففعلا حاجه تحترم وحاجه اضافت لنا كتير. حلو قوي. طبعا احنا في مهرجانات كتيرة جدا بتتعمل، مهرجانات سينمائية، مهرجان القاهرة السينمائي، مهرجان الجونة، مهرجانات كلها كبيرة. ازاي قدرتوا انتوا في وسط الصرح العظيم من المهرجانات دي ان انتوا تقدروا تدخلوا وتعملوا مهرجان وكمان تنجحوا يبقى له صيت وبيشارك فيه نجوم كتيرة؟ اكيد احنا كان عندنا الاضافة بتاعت السنتين اللي فاتوا، كفكرة ان هو احنا دلوقتي احنا مش اول سنة ومش لسه بتجرب، ففي نجوم كتير جم السنتين اللي فاتوا. غير كده اكيد كان في مهرجان البحر الاحمر كان شغال اساسا، يعني احنا يوم المهرجان كان في الختام بتاع مهرجان البحر الاحمر في السعودية. ففكرة ان النجوم دول قدروا ييجوا اساسا في ظل ان في مهرجانات تانية، وان بعدها بكام يوم في مهرجان الجونة وكل ده، انا حاسس ان ده فعلا ادى يعني زي بيز كبيره هنشتغل عليها السنين الجايه. واعتقد اداكوا قوه او بقى عندكوا زي ثقه بالنفس اللي هو لا احنا قدرنا ان احنا في وسط كم المهرجانات دي ان احنا نقدر وندخل ونعمل حاجه وكمان يبقى لها صيت. طيب الضيوف بقى اللي بيبقوا موجودين بيتم برضو اختيارهم ازاي؟ يعني هل الاهالي اللي بتيجي مين اللي بيبقى حاضر في اثناء المهرجان؟ تمام. احنا اللي بيبقوا حاضرين غالبا بيبقوا طلاب من جامعتنا ومن جامعات تانية، غير كده اكيد الاهالي مرحب بيهم اكيد، او اي شخص حابب ان هو يتفرج على التنمية اللي بتحصل يعني للطلاب. وغير كده برضو بنتارجت يعني اشخاص مؤثرين في المجتمع زي ممثلين او مغنيين او انفلونسرز عامة، ان احنا بندعم للمهرجان برضو عشان ده يزيد الصيت بتاعنا ويزود من المهرجان للسنين اللي جاية. بس طيب حلو قوي. خلينا نقول ان يعني ايه بيبقى فيه اكيد تحديات او فيه صعوبات ممكن بتقابل الواحد، ويمكن من اكتر الصعوبات اللي انا بالنسبه لي لو انا مكانكم
انا يمكن ما عنديش تفاؤل شويه، اقعد اقول ايه ياه انا فزت كل ده يعني انا هنجح، لا يا عم بلاش. وفي ناس كتير جدا ممكن، واكيد في ناس احبطوكوا، اكيد قالوا لكم يا عم ده السنه دي بص في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، من الدوره الاولى، مش بتكلم حتى على الدوره دي. فخليني اعرف ايه التحديات اللي واجهتكم وازاي قدرتوا تتغلبوا عليها، وكلميني عن المشاركه برضو مع باقي زمايلكم. انتوا باقي المشاركين برضو اكيد كلكم طلاب يعني صغيرين، فاحكي لي بقى قولي لي ايه التحديات اللي قابلتوها وعن مشاركه الطلاب كمان. احنا التحديات اللي قابلتنا كانت بسبب فلسطين طبعا. لانه طبعا كنا مقدرين قوي الموقف وكناش عارفين هل احنا مناسب نعمل حاجه زي كده، وبرده كان وقتها كانت خلاص الناس قدمت افلامها، طب هم منتظرين، في ناس فعلا كانت منتظره الموضوع ده وكان موقف لها حاجات ويعني ادوله وقت وكده، فما كناش عارفين هل احنا المفروض ناجل ولا هل احنا نعمله. وكان برده وقتها كان مهرجانين اساسيين بيتعملوا برده كانوا متاجلين، فما كناش عايزين بس الموضوع الناس تتضايق مننا وكده. فدي كانت من اكتر الحاجات الصعبه برده، انه مش كل الوسط يعني كان حابب الفكره قوي برده في الفتره دي، فكان مصعب علينا ان احنا نعرف ان احنا نعمل لجنه تحكيم قويه، بس الحمد لله يعني. بالنسبه للمشاركين فاحنا التيم بتاعنا كبير قوي قوي قوي، وفعلا هم بيشتغلوا قوي قوي على الموضوع، اللي هو مش انا واحمد بس يعني، احنا كان نفسنا يبقوا معانا طبعا. احنا بنوجه لهم طبعا من خلال شاشه قناه المحور، وهو هنا تحديدا بنوجه لكل المشاركين في مهرجان الجامعه الامريكيه، بجد بنوجه لهم تحيه، لان انتوا كلكم عملتوا مجهود محترم ومجهود ظهر كمان، ويمكن اكبر دليل ان انتوا منورين هنا على الشاشه. طيب خليني ارجع لك يا احمد واسالك ايه الجديد في المهرجان السنه دي عن السنتين اللي فاتوا وعن الدورتين اللي فاتوا؟ الجديد هو فكره المدعوين من كفي اي بي، العدد كبر، فكره ان الافلام يعني حاولنا ان هو نحسن في جودتها او نحسن في الورش اللي بنديها للاشخاص اللي بيقدموا الافلام قبل ما تتعمل. عدد الافلام اللي مقدمه وعدد الناس اللي قدمت عامه وسلمت افلام. انت السنه دي 100 فيلم صح متقدم؟ بالظبط. السنه اللي فاتت كان 60، انت شبه زدت الضعف طبعا. فده طبعا حاسس بسبب ان السنه اللي فاتت النجاح بتاعه والسنه اللي قبلها النجاح بتاعها، فطبعا ده كان شيء اضافه كبيره. طبعا احنا كبرنا في الايفنت بشكل كبير، انا عارف ان انتوا صورتوا تقرير هناك، والايفنت السنتين اللي فاتوا ما كانش بيبقى بالحجم ده، ما كانش فيه تغطيه ممكن اعلاميه. بالظبط، التغطيه الاعلاميه كان موجوده السنه اللي فاتت بس ما كانش بالقوه بتاعت السنه دي. بس فاحنا حاولنا اللي هو نزود في كل حاجه، اللي هو نخلي نقوي في كل حاجه عشان نبني زي حاجه اللي هو السنه اللي جايه تقدر تعمل عليها مهرجان اكبر. يعني تعمل بيز محترم بالزبط. علشان تعرف تكبر بيه. نفسك تشوف المهرجان السنه الجايه ازاي او فين؟ والله انا نفسي اشوف ان المهرجان بيقعد اكتر من يوم. ان المهرجان انا ومي نظرتنا للسنه اللي جايه ان هو المهرجان يبقى يومين، او نحاول نكبر فيه على قد ما نقدر، ان هو المهرجان يبقى شيء اللي هو فعلا مهرجان مؤثر، او مهرجان فعلا اللي هو الناس بتبقى حابه تجيله، حتى لو عدد كبير. وبنحاول نوصل لكل الجامعات في مصر، يعني احنا حاليا الافلام كانت مقتصره على القاهره بس للمقدمين جامعات، احنا لا، احنا عايزين نوصل لل 27 محافظه في مصر، نبقى في افلام من كل انحاء مصر، وان احنا نبقى فعلا بنقوي في كل شباب في كل جامعات مصر. يا رب. والله يعني ان شاء الله ربنا يكرمكم بجد وتشوفوه بقى يعني مهرجان عالمي عالمي والله مش الله. بعيد والله مش بعيد عن ربنا. طيب خليني اسالك عن الطلبه او الاعلان، يعني لما بتيجوا تعلنوا عن المهرجان بتعلن، انا كطالبه مثلا اعرف ازاي ان المهرجان، ان الجامعه الامريكيه عامله مهرجان؟ احنا اول حاجه بننزل على البيج بتاعتنا اللي هي بتاعه اتحاد الطلبه بتاع الجامعه، وبعد كده علشان نوصل بقى للناس انها تعمل فرق، عندنا التيم بينزلوا بيروحوا الجامعات، بيروحوا معهد السينما، بيروحوا جامعه القاهره، بيروحوا كل الجامعات اللي في القاهره، وعشان يكلموا الناس عن المهرجان وان هم يقدموا وكده. فيعني احنا مش بس بنستكفي بان احنا بننزل، لا احنا بنروح لهم وبنتكلم معاهم عشان نشجعهم. بالتوفيق والله، برافو عليكم والله العظيم، انا مبسوطه وفخوره بيكم بجد يعني. طيب يعني ان شاء الله ربنا هيكرمكم قدامكم سنتين السنه دي وسنه جايه وتتخرجوا ان شاء الله، ربنا يكرمكم. بعد ما تتخرجوا السؤال ليكم انتوا الاثنين، هتكملوا في الموضوع ده ولا خلاص بقى الحياه هتاخدكم، ولا هو من الرولز بتاعه الجامعه وما ينفعش حد يكمل خلاص؟
هي من الرولز اللي ما ينفعش يعني لانه يعني مش رولز يعني بس اللي هو دي بيبقى من اتحاد الطلبه من جوه الجامعه ناس غيرنا بقى هي اللي بتمسك وكده بس كده كده حاسه انه انا واحمد هنبقى حابين ان احنا نفضل معاهم نساعدهم حتى لو بنصيحه او كده يعني احنا لحد النهارده بنفضل نسال الناس اللي قبلينا بناخد من خبراتهم ونعلي يعني وتكملوا عليه. طب وانت يا احمد لو عندك امكانيه ان احنا يعني مش هنقول الرولز هي اللي منعانا او ان انتوا زي ما بنقول جيل بيسلم جيل، لا لو في امكانيه ان انتوا تكملوا هتكمل ولا خلاص بقى الحياه العمليه هتاخدك بقى وتبقى مذيع قد الدنيا ولا خلاص بقى مش قادر؟ بص حضرتك انا حاسس بس ان انا في حاله ان انا بكمل فانا ببقى باخد فرصه حد غيري في ان هو يتعلم ويشوف اللي احنا شفناه انا ومي السنه دي، فانا حاسس ان احنا انت جميل وحياه ربنا والله بجد انتوا جمال لان انتوا عندكم سلام داخلي وعندكم تصالح نفسي غير طبيعي غير طبيعي، يعني حد غيركم يقول لك لا واحنا هنكمل وليه ندي لان انتوا برضو عملتوا مجهود يعني انتوا ثلاث سنين عاملين فيه مجهود عظيم ويمكن السنه دي والسنه الجايه هيبقى ان شاء الله اكتر فهتبقوا يعني بتسلموا حاجه لحد بس بتسلموه على طبق من ذهب بقى مش من فضه، فبرافو عليكم ان انتوا عندكم صفاء كده او سلام داخلي. طيب بعيد عن المهرجان بقى انت ناوي تعمل ايه بقى بعد ما تتخرج؟ احكي لي بقى. والله يعني انا ناوي اللي هو اشتغل في الاعلام عامه، مش محدد يعني ايه بالظبط اللي هو في الاعلام سواء بقى صحافه سواء اعلام كوميديا سواء قناه مذيع او كده، بس يعني حابب اللي هو الاعلام في اتجاه سياسي بس شويه. بس يعني ده تخطيطي حاليا. بس ايوه انت تحس ان انت جد شويه كده فتنفع في السياسه قوي. شكرا. تنفع. طيب وانت بقى معايا؟ انا بصراحه بحب الميديا او السينما ممكن تشوف معايا مخرجه. والله مش يعني مش بعيد, مش بعيد. اصل انت اشتغلتي في ده يعني ما هي المهرجانات دي اكيد انت زي ما انت قلتي بتكتسبي خبره وبتكتسبي علاقات فممكن يعني انا عن نفسي انا بحب السينما جدا جدا ولو كانت قدامي فرصه ان انا مثلا ادخل وادرس سينما اكيد كنت عملتها ما كنتش فوتت الفرصه. فانت هتشتغلي في مجال البيزنس بتاعك ولا لا ممكن تغيري الكارير بتاعك؟ غالبا ممكن اشتغل في مجال البيزنس بتاعي بس حاسه ان انا ممكن اعمل حاجه على جنب ليها علاقه برضو بالتنظيم والحاجات دي لان انا فعلا بنستمتع قوي واحنا بنعمل كده. بس لا والله كل التوفيق ليك. وبس انا بقى سؤال انت بيزنس وهو بيزنس او اعلام ايه بقى ازاي اتقابلتوا ازاي وعملتوا الفكره من البدايه من الدوره الاولى ازاي؟ لا هو يعني اي حد يقدر يخش اتحاد الطلبه مش لازم يعني ميجر معين او يبقى انتوا اتعرفتوا على بعض من اتحاد الطلبه والفكره جت من هنا بقى ان يعني قعدتوا تفكروا ازاي صح؟ يعني احنا قبل ما بنمسك بنقعد نظبط مع بعض احنا عايزين نعمل ايه في السنه بتاعتنا وبتاع ونقرر ايه الايفنتس اللي عايزين نعملها السنه دي وكده فبنقعد نتناقش يعني. طب لما بتختلفوا مين رايه بيمشي انت ولا هي؟ لا بنوصل لحل بقى. انا جاي اوقع انا جاي ادي نفوس بس على فكره انا جاي ادي نفوس. لا بجد ربنا يكرمكم ويوفقكم وكل التوفيق ليكم. يعني مبسوطه وفخوره ان بجد ان عندنا شباب واعي وبيعملوا افكار حلوه ومش بس في الفن او في السينما. انتوا زي ما احنا قلنا ان انتوا على مختلف المجالات السياسيه تجاريه رجال اعمال فن موجوده والعربيات كمان والفاشن ده انتوا مسيطرين على كل حاجه. طب استضيفوني عندكم مره انتوا تستضيفوني بقى يعني انت زميل فجيبني بقى عندك زياره في الجامعه. ربنا يخليك بجد انتوا نورتوني وشرفتوني. شكرا. احمد ياسر رزق مدير مهرجان بالجامعه الامريكيه السينمائي نورتني يا احمد. شكرا. وكمان مي حامد هي ايضا مديره مهرجان الجامعه الامريكيه السينمائي نورتني يا مي. شكرا. ميرسي. طيب احنا اكيد لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هن. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. وصلنا بقى كده لاخر فقره فقره المطبخ مطبخ هو وهن. دايما بنعمل اكلات كل الناس اللي بتشوفنا بتحب تجربها وتعملها لان احنا دايما بنعمل كل جديد في هو وهن. كل بقى الناس اللي محبي اللحمه في ناس كتير قوي بتبقى عايزه تعمل اكلات بس بطريقه مختلفه مش طريقه احنا كلنا اعتدنا عليها. نعمل النهارده اكله لحمه حلوه كده بطريقه جديده وعلى الطريقه اليونانيه. يمكن الاكله دي هتفيد ناس كتير جدا لانها فيها عناصر غذائيه كتير جدا. خلونا نرحب بضيفي اللي هيقول لنا طريقه الاكله الحلوه اللي هنعملها. ضيف النهارده هو الشيف عادل عسكر. اهلا بيك يا عادل. اخبارك ايه؟ ازي حضرتك ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك احنا دايما بنحب نعمل كل الحاجات الجديده وفي فصل الشتاء دايما بنبقى نفسنا ناكل ونبقى جعانين جدا ومكسلين نقوم. فاحنا بنبقى عايزين اكلات بسيطه بقى مش اللي هو محشي وكده ممكن قطعتين لحمه
نعمل اكله حلوه. احنا النهارده بقى عشان الكونسبت اللي حضرتك اتكلمت عليه ده احنا مختارين اكلتين اسهل من بعض. طب يلا بينا نقول القيمه الغذائيه العاليه بتاعتهم، بس هم بساط جدا لست البيت. انا شايفه فعلا عناصر كتيره بالزبط. وكلها موجوده في كل بيت مصري، ونقدر ممكن لو مش موجوده نستبدلها بحاجه ثانيه على طول. احنا النهارده عندنا وصفتين، الوصفه الاولانيه هي الجريك سلطه، دي من المطبخ اليوناني، نوع سلطه من المطبخ اليوناني، هنستعرض مقوماته والحاجات الانجريدينتس بتاعته، وبعد كده نستعرض الوصفه الثانيه. الوصفه الاولانيه زي ما قلنا الجريك عباره عن خس، فلفل الوان، يلا ننزل بقى بالمقادير. بالظبط كده، في الزيتون الاسود، حلقات جبنه بيضه، البقدونس، الخيار، الطماطم، تمام. الوصفه الثانيه بيف ساجانوف، دي وصفه من المطبخ الروسي. الروسي مش اليوناني، انا فاكره اصلا هي لا حضرتك قلتي صح، حضرتك قلتي صح، بس انا فاكره كمان ان اللحمه لا من المطبخ، لا لا من المطبخ الروسي. حاجه عاليه كده، حاجه مشهوره جدا في الاكلات الروسيه من المطبخ الروسي، زي البيف الساجانوف ده. عباره عن البيف، هنتكلم بقى واحنا شغالين. عباره عن بيف، قطعه لحمه، بيف ستيك متقطع شرايح رفيعه، تمام. والبصل بتاعنا، احنا اول حاجه هنعملها نحط حبه زيت الاول. طب نكمل المقادير عشان هي دلوقتي قدام الناس على الشاشه. المقادير بتاعتنا زي ما قلت لك، البيف والبصل، فلفل، مشروم، خيار مخلل، بنجر، حبه معلقه الجلاس او الجلاس باودر، والزبده بتاعتنا، والثوم طبعا، تمام. احنا اول حاجه بنحط الطاسه على النار بتاعتنا تعلى شويه، بحيث ان هي نعمل صدمه بالظبط، نعمل بالظبط من قدام. ايوه هنا اهي هي شغاله كده معانا. لا هي لازم نشغلها من هناك خالص، دبل باور تعلى معانا شويه، تعلم اتمرج بقى على هنا ايه كده، ايوه على العين، وبعد كده وبعد كده ندوس درجه الحراره بتاعتنا اللي احنا عايزينها، تمام كده. الطاسه هتاخد صدمه، احنا مسخنينها قبل الحلقه شويه سخنتين، بحيث ان احنا نعمل صدمه للحمه ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. يعني بقى لحد بقى ما الطاسه تسخن، اختيارك بقى المطبخ اليوناني والمطبخ الروسي، ما بتحبش المطبخ المصري؟ لا بحبه طبعا. امال ايه؟ ده مطبخنا. ايوه يعني الاكلات الجديده انت بتميل ليها اكتر، او الاكلات الغريبه، ولا انت بتحب برضو تعمل حاجات مختلفه؟ هي الفكره في زي ما قلنا لحضرتك، اللي هي الفكره ان انا عايز اعمل حاجه سريعه لست البيت، بحيث ان هي عندها عمل جاي من شغل، ما عندهاش وقت ان هي تعمل حاجه زي ما حضرتك المحشي. المحشي ده في الويك اند بقى، هم قاعدين اجازه في العيد بقى دلوقتي، خلاص بقى في المشغوليات وفي اللي احنا فيه. ستات البيت ضايعين كلهم، يعني اغلب الناس دلوقتي في العيد نعمله كله شغال، ففي الويك اند بقى دلوقتي ايه تعمل بقى يوم ده يوم محشي، تمام. فاحنا بنختار دايما اكلاتنا يكون بسيطه وفي نفس الوقت ذات قيمه غذائيه عاليه، بحيث ان هي تعوض المجهود بتاع الاسبوع اللي فات كله. واحنا والله برضو يا شيف عادل، من الحاجات برضو اللي انا بستغربها فينا كلنا كستات، ان احنا دايما بنبقى حافظين مش فاهمين، يعني لازم نعمل اللحمه بالطريقه اللي اعتدنا عليها، ان احنا نسلق لحمه ونعمل خضار ونعمل رز، بقى كان حمر اللحمه، الحاجات اللي احنا حافظينها. احنا ممكن قطعتين لحمه نعمل حاجه مختلفه وحاجه جديده وسهله وبسيطه وفيها قيمه غذائيه جدا عاليه لكل طبعا افراد الاسره اللي موجوده بالزبط. في البيت، ويبقى في نفس الوقت غيرنا شويه وكسرنا روتين. كلام حضرتك مظبوط جدا. هي الفكره زي ما حضرتك قلتي ان انا عايز اغير العين كل يوم، تغير ان انا النهارده عامل حاجه الشكل، حتى شكل الطبق نفسه اللي انا قدمت فيه وكلام من ده كله. لا شغاله، لا كده تمام. ننزل باللحمه بتاعتي خلاص اهو، هنلبس نسبه الجرافز الاول، تمام. هي الفكره في التنوع، عدم الزهق، ان انا ما ازهقش. هي زي ما حضرتك، هي اللحمه هي اللحمه والفراخ هي الفراخ، ازاي ان انا بقدمها، ازاي ان انا بقدمها بشكل مختلف، وفي نفس الوقت ان انا يعني في البيت عندي ما اللي عندي فضل الاسره مش كل يوم هي اللحمه مسلوقه او متحمره او 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 لا، النهارده انا بغير بكونسبت تاني. احنا عاملين اللحمه شكل حلو النهارده، هتشوفيها بيف الساجانوف، بسم الله، تمام. زي ما قلت لحضرتك هتاخد صدمه، اهم حاجه يا جماعه هي اهم حاجه الصدمه دي، الصدمه دي. طب عايز اسالك، القطعيه بتاعت اللحمه اللي احنا عملناها النهارده عشان برضو نفيد كل الناس اللي بتشوفنا، لان الحقيقه انا ساعات بعمل اكلات كتير قوي، وبعد ما باجي اعمل الاكله بحس ان اللحمه مش دي القطعيه السليمه او المظبوطه اللي انا المفروض اعملها في الاكله دي، بس ببقى عايزه اوظف كل قطعه لحمه في المكان الصح عشان كمان الطعم يطلع كويس. هنتكلم عن طبختنا النهارده، الصنف اللي احنا شغالين عليه النهارده دي قطعه بيف ستيك، زي بناخدها من وش الفخده او الشك اللي هو البوفتيك او البوفتيك. بالظبط بالظبط، زي البيكاتا، كانك انت بتعملي حضرتك بيكاتا. ليه بقى؟ حته لحمه طريه، دي من مميزاتها، قطعه لحمه طريه، وفي نفس الوقت في السوى بتاخدش وقت، تمام. في درجه السوى بتاعتها بتاخدش وقت، فده بيساعدها ان ايه ما تاخدش وقت في ست البيت جايه، انا مش هعمل بقى وهقعد بقى ده كله واروح قاعد، اجي اخر اليوم اقعد كمان اقعد ساعتين اعمل في اكل، فبيبقى صعب عليا ان انا ايه اقعد الوقت ده كله. نشغل دبل باور تاني مكان مره. هي جايه اهي معايا، هي فيها بس ايه ريسك صغير. ممكن بقى لو قلعنا الجلافز كده نعملها على طول.
يعني نمرك الاول، نعمل باور الاول، بقيت حافظه خلاص. نمرك نمرك ايوه. حلو جدا، حلو قوي كده. نكمل بقى ونسيب اللحمه براحتها تستوي. ممكن احنا بقى على فكره نجيب طبق السلطه. هنشتغل في السلطه دلوقتي. نشتغل زي ما قلت لحضرتك، الفكره تستوي. الفكره فكره الالوان في الاكل حلوه جدا. زي السلطه النهارده عندنا نوع السلطه اللي موجود عندنا الجريك سلطه، في من اجمل المميزات فيه ان هو فيه الوانه كتيره جدا. نجيب طبق بتاعنا سهل جدا. هي الفكره بتاعته ان انا بحط كابوتشي حاجات، مش خاص كابوتشي، خاص كابوتشا. تمام، بنحط خاص الكابوتشا اهو موجود معانا بشكل كويس. السلط ده مقطع لي اي حاجه، هي مكعبات. مقطعينها مكعبات بنفس الشكل زي حضرتك شايفاه كده. تمام، بنعملها زي ليرز الوان. الفكره فكره الليرز دي ان هي بتعمل الوان، درجات الوان معينه ورا بعض. انا بقى من عشاق الطبق اللي حضرتك بتتكلم عليه، مش لازم عليه صوص ولا عليه اي حاجه خالص. انا لما بروح هو زيت زيتون، السيزونين بتاعه زيت زيتون فقط. لا مش الطبق ده، انا بحب الطبق اللي غني بالالوان، يعني يبقى فيه الوان كتير بالظبط، وبيفتح النفس على السفره. دلوقتي حضرتك لما تحطيه على السفره بيفتح النفس في السفره. تمام، زي ما انت حضرتك شايف الالوان كتير اهي. تمام، بعد الطماطم حطينا خيار اهو، الخيار اهو. هي الفكره ان انا بختار حاجه ذات قيمه غذائيه عاليه، في نفس الوقت ما هيش بتاخد وقت مني ولا مجهود مده زمنيه، عشان انا جاي اصلا مرهق من يوم طويل. تمام، بعد كده بحط مكعبات الجبنه. تمام، الناس برضو كدا. ايه تتعلم بقى تريكات كده بسيطه، يعني دي خلينا نتكلم بالبلدي كده. الناس اللي بتشوفنا النهارده سلطه جبنه يعني بتاعتنا العاديه اللي احنا بنعملها الصبح يوم الجمعه، سلطه الجبنه جنبيها فطير جنبيها عيش، بس احنا عاملينها بقى بطريقه مختلفه، بطريقه في مطاعم، طريقه فخمه، ان احنا بنجيب الجبنه بنقطعها مكعبات، وبنجيب مجموعه من الخضروات او مثلا فلفل الوان مع الكابوتشي مع الخيار وكده، بنعملها بطريقه حلوه وتبقى الجبنه متماسكه شويه عشان تدي شكل حلو في السفره، او مثلا لو حد هيفطر بيها بنحط كمان الزيتون عليها بعد كده، حلقات زيتون متقطعه من غير بس بتبقى شكلها حلو قوي. بالظبط كده اهي، زي ما حضرتك احنا اخترنا حاجه بسيطه جدا لست البيت اللي جايه طالعان عينها طول النهار في الشغل، مش هتطلع هنا في المطبخ كمان. الست ما بتفرقش معاها طالعان عينيها، الست بتبقى عايزه تاكل عيالها يعني، عيالها جايين من المدرسه تعبانين، لازم 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 نراعي، لازم نراعي المشوار والسفر والشغل، كل ده مجهود، كل ده مجهود عليها، لازم نقدرها. والله لو على الست مش عايزه تاكل حاجه في البيت، عايزه تاكل اي رغيف باي حاجه وتشبع، بس تبقى شايله فعلا هم الولاد اللي صاحيين من الساعه 7 الصبح وعندهم مدارس وراحوا تمرين وجم التمرين ومش عارفه، وبيبقى طبعا في بالها بقى حاجات كتير جدا، انا عايزه امدهم بالطاقه، عايزه اديهم اكلات تفيدهم، ما يجيلهمش امراض، تعلي معيتهم، جواها بقى مليون حاجه وفي دماغها فعايزه تعملها. احنا زي ما قلت لحضرتك احنا هدفنا ان احنا نعمل حاجه كويسه، كونسبت كويس، وفي نفس الوقت حاجه يكون ذات قيمه غذائيه عاليه. نحط وصلنا بعد كده لشرايح البصل، كمان نحط عليها بصل. طبعا عيني على الجمال. البصل هنا حلقات اختياري، هو في هو في المنتج نفسه او في الصنف نفسه هو اساسي. حضرتك حابه البصل اهلا وسهلا، مش حابه ممكن تستغني عنه خالص. الحاجات اللي احنا بنحب الحاجات البسيطه كده بتفرق معانا في الالوان، بتفرق معانا في الشكل. نديله بقى زي قلت لحضرتك السيزونين بتاعها عباره عن زيت زيتون. دي التريكات بقى يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيها، حاجات بسيطه اهي، استبدال. ما عندكيش ده بالزبط. مش عايزه ده ما تحطيش ده، عادي جدا سهله وفي نفس الوقت بالظبط كده. وفي نفس الوقت في حبه هنا نحط ايه ريجانو فريش اهو عليها كده. تمام اهو كده اعتبر احنا خلصنا الايه الجريك سلطه. طبق سلطه ممكن تاكليه الصبح بقى، تاكليه بالليل، تاكليه مع الغداء ومع حاجه بسيطه مع بطاطس محمره. في نفس الوقت انت عملتي حاجه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، واحنا دايما هو هنا بنحاول ان احنا نقدم كل جديد، سواء بقى في الاكل او فقرات، فاحنا هنا بنقدم كل جديد في كل الناس اللي بتتمنى وبتعمل حاجات جديده كده، بتبقى زي ما الشيف قال يوم طويل جدا وعايزين نعمل حاجه واكله جديده. اللحمه خدت درجه سوا مظبوط حضرتك تماما كده، خدت درجه السوا بتاعها. دايما انا انزل بالبصل. هننزل هبتدي من حبه البصل. دايما عندي اعتقاد كده يا شيف، اتفضل، ان دايما بقول في اكل في اي اكله في الدنيا اللي هي اللحمه والبصل، فراخ والبصل، دايما عندي اعتقاد اصل البصل لازم يتحمر الاول، ما انا لازم انزل اللحمه الاول. في بعض الاكلات انا بقى متلخبطه ايه الصح فيه. ده توم زي ما قلت لحضرتك، في حاجات المسبكات بتاعتنا لازم البصل يتحمر. في المسبكات بتاعتنا في المطبخ المصري زي ما حضرتك اتكلمت في اول الحلقه، المطبخ المصري بيمتاز بالايه؟ بالحاجات المسبكه، يعني حاجات التقيله زي البصلايه بتاعت الايه؟ فلازم هنعمل محشي تحمري البصلايه بتاعته. بالظبط كده، تحمري البصلايه بتاعته بحيث ان هو ايه؟ تاخد التسبيكه وتاخد اللون اللي هو الغامق بتاع اللون الاحمر الذهبي ده، ويدخل على سنه براون شويه. تمام؟ طيب جميل. تمام، احنا النهارده حطينا براون في الوسط بتاعتنا. انا حاسه ان برضو الطاسه اتقفل عليها، العين اتقفلت. لا شغاله هي، ممكن حبه تزيد شويه. لا شغاله هي شغاله فعلا.
كده بقى ايه هن ايه هنشتكي عشان البوتاجاز كل شويه بيفصل. نغير الجلوس ديني اه ممكن نقلع على البلو... لا لا نورك الاول نعمل باور دبل باور دوس ندور باور اهو بعد كده هنا ايوه بعد كده علي. طيب شوف عادل في سؤال من الاسئله الشائعه اللي احنا بيبقى عايزين دايما نستعرضها ونتكلم فيها. احنا هنا في مطبخ وهنا بنحاول ان احنا نقدم كل جديد ونقدم كل الاكلات المصريه الصحيحه والمظبوطه. من رايك ان في بعض الاكلات مصريه بنيجي نعملها بتتعبنا جدا زي ايه؟ زي ما انت قلت دلوقتي الحاجات المسبكه بالزبط. نحط بصل الاول وبعد كده نحمر الطماطم جامد جدا ونحط صلصه فالاكل ده يبقى بيهري المعده. يعني في ناس دلوقتي ما بقتش تقدر تستحمل مثلا التقل بتاع البصل ده مرتين ولا الحاجات المسبكه ولا الباميه ولا الطاجن العكاوي اللي كل الحاجات دي طبعا احنا بنحبها جدا جدا. في ممكن بتركات كده شيف يكون ذكيه تعمل حاجات وفي نفس الوقت تبقى نفس الطعم بس ما تتعبش معدتنا؟ زي مش لازم اهري البصل قوي في السمنه وازود سمنه كتير، مش لازم ان انا احط طماطم واقعد سايباها لحد ما تتسبك لحد ما معدتي تتهري وانا باكل. فقول لي ايه التعديلات البسيطه حتى في اشهر الاكلات المصريه؟ بس حلو قوي السؤال ده وانا هجاوبك عليه بشكل تاني خالص. هو اهم حاجه في المطبخ زي ما قلت لحضرتك انت كلنا بنطبخ بس مش كلنا شيفات. يعني ايه الفرق ان انا بطبخ وابقى حد مميز اكلتي مميزه؟ ازاي انا بقعد مع حد؟ ده الفرق بين الطباخ العادي وان انا اكون شيف. الشيف بيبقى عارف الكونسبت بتاع الناس اللي موجوده من عنده، حد سن الاعمار بتاعته ايه، ايه الالرجي بتاعته، ايه اللي لو عنده حساسيه، الحاجات دي كلها بتفرق في الاكل. لاني لو انا اكلته حاجه مثلا ما تناسبش عمره، مثلا اطفال لازم اقلل الباور بتاع الشوكولاته، حاجات اللي هي سكريات ما احطلهاش كل حاجه عشان ما تهيبرش. تمام. فزي ما حضرتك بتقولي كده في حاجات لازم في اكلات في معينه سنس انشغل كده بالظبط بالظبط في سنس لازم ان احنا نقول لا في الفتره دي لازم الطفل ده مثلا ياكل حاجات كلها قيمه غذائيه. يعني مثلا اكله مثلا بيوري، ناكله حاجات كربوهيدرات، حاجات كويسه اللي هي ما تاثرش على المستوى الهايبره بتاعته والطاقه بتاعته. لاني لو انا اكلته ازيد هعاني بقيه اليوم، يعني انا هعاني معاه بقيه اليوم لاني لو اديته حاجات عاليه كباور هتعب معاه. فاحنا بنقول دايما زي ما حضرتك قلتي بنختار نبص الاعمار بتاعتنا لازم ناكلها ازاي. منها الاكلات اللي هي زي فيها البروتينات، منها البروتين النهارده الاكله بتاعتنا فيها بروتين حيواني، فيها بروتين نباتي زي المشروم، زي ما احنا هنحط دلوقتي المشروم اهو ده البروتين النباتي، وعندنا البروتين الحيواني هو اللحمه. تمام. من الاكلات دي مميزه دي تناسب كل الاعمار لان انا مديله البروتينات كلها طبعا. دي مناسبه جدا مناسبه جدا. وزي ما قلت لحضرتك مش مسبكين الحاجه مش مسبكين الحاجه الحاجه بسيطه جدا درجه السوى بتاعتها. نوع اللحمه نفسه بيفرق معانا على اعتبار ان اللحمه زي ما قلت لحضرتك درجه السوى بتاعها احنا واخدينها من وش فخده، يعني مش هتاخد وقت كبير قوي في السوى. تمام. ده بيفرق. مين اللي بيفصل في الكلام ده كله؟ زي ما قلت حضرتك الاكسبيرينس بتاعت الشيف اللي احنا في البيوت بنكتسبها منين؟ زي ما قلنا من البرامج التلفزيون من اليوتيوب، الحاجات البسيطه اللي بتتعرض على الشانلز دي كلها. دي تحديات بتقابل ست البيت او راجل البيت، ممكن هو برضه بيطبخ في البيت عادي طبعا. زي حالتي مثلا كده. طيب هجي لك برضه لنقطه ثانيه مهمه جدا وهنتكلم دلوقتي عن قطعيات اللحمه. لما بنيجي نتكلم عن قطعيات اللحمه برضه بنروح لاي جزار وبنبقى حافظين اللحمه العاديه اللي هي الخضار، بنبقى عايزين اللحمه العاديه الكندوز او البقري المكعبات. ساعات ببقى عايزه اعمل لحمه تستوي بسرعه، بس ممكن اعمل نفس اللحمه دي اللي هي وش الفخده اعملها عادي لحمه مكعبات تكون مثلا مسلوقه بالظبط. عادي باختيار ولا زي ما احنا حافظين؟ زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه الاعمار السنيه، يعني انا ما ينفعش اجيب حاجات من بيت اللوحه، احط مثلا بيت اللوحه ده حته لحمه طريه دي تناسب كل الاعمار. تمام. لكن ما ينفعش اجيب حته ملبسه واحط لحد مسن، ده هيعلي الكوليسترول عنده. فلازم اختار برضه زي ما اتكلمنا ان احنا اتكلمت يعني في حاجه حلوه قوي وبمنظور مختلف وحاجه اعمق من اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم عن قطعيات اللحمه عشان السوى، بس انت اتكلمت عن قطعيات اللحمه عشان مين اللي هياكل اللحمه دي؟ حد كبير، حد صغير، حد يبقى يكون عنده كوليسترول لو مثلا اديته لحم سن او فيها اسم بيقولوا عليها دهن، دهون دهون عاليه، الفات عاليه، دهون عاليه. احنا بنحتاج الفات احيانا بس في سنه مبتدئ شويه يعني لحد مثلا ال 40 كفايه فات. يعني الاحظ بقى الفات واحط فات قليل والكلام ده كله ليه؟ ان فكره ان انا احط حاجات بروتين عالي ده بيفيدني صحيا، انما احط دهون عاليه ده بيضرني بيعلي الكوليسترول. الاكله دي من مميزاتها برده فيها مضادات اكسده كتيره جدا زي المشروم، فيه مضادات اكسده، في الفلفل الاسود هتحط دلوقتي كل دي جميله جدا. دي كل دي مضادات اكسده. في عندنا البنجر فيها بيعمل اتزان لضغط الدم، البنجر بيعلي كرات الدم الحمراء. تم كل ده في الاكله دي. فمن ضمن الحاجات لازم احنا نختار اكلاتنا. انا حاسه برضو انها مش يعني هي برضو لسه تقريبا هي خلاص انا بتسوي على عموما
هي كل الفكرة زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنختار بالرأي دايما، واحنا بنختار اكلاتنا الاعمار بنروح عند الجزور بالرأي نختار القطيعات اللي بتناسبنا برضو كاعمار، مش بنجيب اي حاجة بتناسب المنيو اللي احنا هنعمله النهاردة. المنيو النهاردة انا هعمل فيه طواجن، يبقى انا لازم اجيب حتة لحمة ملبسة بالبلدي كده. انا بقى كنت عايز اقول ملبسه بس انا بقى ايه والله العظيم لا هي بتتاكلش غير كده، ضميري انب مش بقولش الكلام ده احنا على التلفزيون. ايوه لحمه ملبسه هي بتتاكل كده. انا عايز اقول لك على حاجه، اللحمه الملبسه دي احنا كلنا بنحبها وكلنا يعني ابويا الله يرحمه كان لو اللحمه كده مش ملبسه ما ياكلهاش. وكلنا اتربينا على اللحمه الحلوه دي وبتبقى ليها طعم، لكن دلوقتي لما تيجي تقدم لطفل كده قطعه لحمه بيبقى فيها اللي هي عاديه اللحمه الملبسه العاديه، انا حبيت اجمل الموضوع اقول لك يعني اسمها دهون، لا هي اللحمه الملبسه. لا هي ما يردوش ياكلوها يا شايف العيال ما بيردوش ياكلوا الكلام ده خالص، ما عشان كده الصغيره ما يعرفوش الكلام ده. علشان كده احنا دايما بنقدم الاصناف، احنا جايبين حاجه من المطبخ الروسي تمام، بس تناسبنا جدا ليه احنا بنحب الحاجه اللي فيها صوص، الكلام ده جدا الحاجه اللي فيها صوص وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه فيها كريمه فيها زبده فيها كل ده. وعلى فكره الفات مطلوب مش بنسب معينه، يعني بنسب معينه مش بعدي زي ما قلت لحضرتك الفرق بين ان حد بيطبخ اي حد ممكن يطبخ بس مش اي حد يعمل ايه يعني يعمل كونسبشن ده كله مع بعض، يعمل بالانس بين الدهون قد ايه والبصل قد ايه والكلام ده كله. فالسن والاعمار لازم نراعيها حتى ست البيت. حلو قوي طبعا، فكره جميله جدا انت النهارده يعني بتقولها، والاول مره احنا بنقولها في مطبخ هو وهنا ان احنا نراعي الاعمار، نراعي قطعه اللحمه اللي احنا بنطبخها دي لانهي عمر، مين اللي هياكلها، حد مسن حد كبير حد شاب عادي حد بيتمرن جيم، الفات اللي فيها هتكون مضره ليه ولا هتكون نافعه ليه. فدي طبعا دي من اول مره احنا بنتكلم في الحاجات دي. الناس بقى اللي بيروحوا يشتروا اللحمه يبقى طبعا عندهم درايه بالقصه دي عشان لما يكونوا بيشتروا يكونوا عارفين هم هيجيبوا ايه ويعملوها لمين. فطبعا انا بشكرك وبحييك جدا على الفكره اللي انت النهارده ضفتها او طرحتها لينا ان احنا ناخد بالنا فعلا من النقطه دي. بالظبط، وزي ما قلت لحضرتك تاني نعيد الكلام تاني على الناس بحيث ان احنا دايما نبقى حريصين على انا بقدم الاكل الاكل للسن والعمر بتاعي قد ايه. مزبوط. لازم اركز في حاجات معينه، الاطفال لازم اركز على البروتينات الحاجات اللي فيها الياف لان هو بيبني جسمه، بنركز على الحاجات اللي فيها البان عشان حاجه زي البوتاسيوم والكالسيوم الحاجات دي كلها مهمه جدا في البنى الاولاد وفي بنى الجسم في بدايه حياته تمام. فدي حاجات لازم نركز في اكلاتنا فيها تمام. احنا بس عشان ما نتوهش الناس عن الاكل هنرجع نقول احنا عملنا ايه. احنا عملنا اللحمه عملنا لها صدمه، بعد كده نزلنا بالبصل، بعد البصل نزلنا بمعلقه ثوم، بعد الثوم تمام حطينا المشروم والفلفل، دول حاجات اللي هي مليانه الالياف، وقلنا زي ما قلت لحضرتك فيهم مضادات اكسده او فيهم حاجه اغنيه بالبروتين دي بالبروتينات تمام. بعد كده بننزل بحاجه بسيطه جدا هي حبه الكريمه اللي هتربط لنا الصوص. بس مش هستنى اشوف شويه لما المايه تتشرب ولا انت بتبقى عايز الاثنين يبقوا مع بعض؟ هتتقل دلوقتي كله هيتقل دلوقتي وهتبقى زي الفل. حلو قوي، حضرتك هتشوفيها. انا عايز بس انا بنزل ليه دلوقتي ان انا هي اللحمه يشرب اللحم ده نفسه يشرب من الكريمه تمام. دي الفكره، احنا حاطين رشه ديميجلاس وانا بكلم حضرتك حطيت رشه ديميجلاس اللي هو الباودر الجاف، باودر البيض طعمه حلو جدا، اللحمه الجاف تمام بالظبط كده. صوص بني كده للناس اللي برده مش عارفه ايه هو صوص الديميجلاس ده. ستوك لحمه عباره عن لحوم مجففه زي بقى طبعا مستوت وطحنت والكلام ده كله زي المرقه بالظبط كده تمام، في صوره باودر. ده بيكسب، دي حاجات اضافيه ممكن ما احطهاش وممكن استغنى عنها وكفايه عليا اللحمه نفسها والجوس التندر اللي بينزل من اللحمه ده كفايه عليا قوي. بس احنا زي ما بنقول ايه بنعلي التيست علشان الناس يعني اللي قاعد يقبل الطفل زي اللي ما كانش فيه مكسبات طعم طبعا زي الحاجات اللي بياكلوها لازم مكسبات الطعم طبعا. فهنا مكسبات الطعم بالنسبه لي هو الايه الفليفر بتاع الايه الديميجلاس، الصوص الديميجلاس. ابتدت ده شويه ازود لها حبه كريمه ثاني عشان ايه اللون يبقى فاتح. عايزين بقى النهارده نتكلم برده عن حاجه نوضحها لكل الناس. اتكلمنا عن المطبخ المصري واتكلمنا عن المطبخ الروسي وبنتكلم دلوقتي عن المطبخ اليوناني، انت بتميل لانهي فيهم؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا كشيف وبمارس مهنتي الكارير بتاعي، الكارير بتاعي هو الفندقه تمام. لازم اكون متنوع. بتشتغل يعني انت متفرغ لل انا 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 شيف، دي الكارير بتاعي، الكارير بتاعي انا منتمي لشركه كبيره. لا مش عشان انا دايما اشوف كل الرجاله كده يكونوا بيشتغلوا بس ايه بيمارسوا هواياتهم في البيت في المطبخ. انا بقالي 23 سنه في شركتي الحمد لله،
عديت بمراحل كبيره جدا، وزي ما قلت لحضرتك المراحل من ضمن المراحل هي ان انا كنت في المطبخ مجرد فرد في التيم، دلوقتي بقود تيم. في المرحله دي بتوصل لها بعد ما بتجتازي بعض الحاجات، زي ما قلت لحضرتك ان الشيف ده مش مجرد حد بيطبخ، المطبخ ده جزء من مكونات الشيف. الشيف ده جامعه، احنا بنقول ان احنا عندنا دلوقتي احنا في الكارير يعني بنقول ان الشيف ده جامعه، يعني تحت الجاكيت ده اكتر من حاجه، تحت الجاكيت دي محاسب لازم يعرف تكلفه الحاجه دي قد ايه. عايز اسالك على حاجه بدون مقاطعه، انا ما بقطعكش، لا اتفضل. تطبخ في البيت ولا لا؟ احيانا مش قوي، يعني لما بتوصل لمرحله معينه ان انت مثلا بتبقى خلاص، انت دلوقتي بتقولي انا بقود تيم كامل في الشغل عندي، ساعات اللي يوصل كده لمرحله كبيره وخلاص ويحقق مراحل كتيره او مثلا يعدي بعدد سنين كتير شغل، يقول لك لا خلاص انا مش هقف اطبخ الاكل، مش هدخل مطبخ اطبخ. في حاجه لازم الشيف ما يتخلاش عنها، وزي ما قلت لحضرتك الفرق ده لازم الناس عارفاه، ان في فرق بين الشيف والطباخ. الشيف ما بيقفش، الطباخ ممكن يعني عادي ممكن تدخل المطبخ يتعلم صنف واثنين وتعمل البيت كله خلاص ويقبلك رأي ان انت عايز تعمل الاكل دي النهارده. في حاجه كمان بخلاف البيت انا عندي في الشغل لازم حاجه اسمها ان جوب تريننج، لازم ان انا كل فتره لازم اعمل ان جوب تريننج، يعني بدرب الناس على اكله واثنين من خلال المنيو الموجود حتى لو هم شاطرين. لازم اعمل ريفيو وريكاب، لازم اعمل حاجتين دول معاهم علشان اضمن ان الحاجه فيه استمراريه في اداء المينيو كما هو موضح ليهم او كما هو معلن للزبون، لان المينيو ده بينزل زي ما حضرتك فاهمه طبعا، بتنزلي مطاعم وتنزلي اوتيلات، المينيو بيتعرض قدام الزبون، فلازم هو يكون نفس اللي بيطلع له هو اللي مكتوب له، ما ينفعش لا اقلل ولا ازود، لان ده كونسبت لازم هو يتعرض عليه فيلاقي اللي اتعرض عليه، اللي هي زي بيقولوا المصداقيه. تمام. زائد ان احيانا بيبقى في ناس عندها الرجي من حاجات معينه، صعب ان انا ما اقولش ان انا عندي بصل في الاكله دي وهي فيها بصل، يكون عنده الرجي من البصل، يكون عنده لاكتوز فما ينفعش ياكل الاكله دي فيها كريمه. بس ممكن ياكلها وانا ما اعملش الكريمه، يعني ما احطلهاش الكريمه ما اضيفلهاش الكريمه، بناء على الحوار اللي بيدور بينه وبين الايه النزيل او اللي عليه. بالظبط، ممكن حضرتك تتواصل معاه ويقول لك انا مش عايز كذا، او انا مثلا بعاني من كذا، فممكن نستبعد الكريم، ممكن نستبعد الشيف مش مجرد حد بيطبخ، الطبخ ده جزء من الشيف ودراسه كمان. بالظبط، الشيف لازم يكون عنده سيلز، لازم يكون عنده ماركت، فن التسويق، فن العرض. تمام، كل ده من مكونات عقليته. لو انت مثلا انا نفسي اكل حاجه بالكريمه وممكن يكون عندي كوليسترول عالي، هل ممكن ناس يكون بيعانوا مثلا من النقطه دي او من ضغط او من كوليسترول يستبعدوا الكريمه ويعملوا الكريمه اللي هي اليدويه اللي في البيت بس يعملوها بخالي الدسم؟ في هي كريمة موجودة، لا كريمة في كريمة في كريمة نباتي موجودة خالي الدسم موجود. خلاص المنتجات دلوقتي والشركات في الزبدة النباتي، في الكريمة النباتي، كل الحاجات اللي هي دي اتوجدت خلاص، بس احتياجات السوق اجبرت الشركات ان هي توجد الحاجات دي كلها، تعمل كل حاجه. فلو حضرتك دخلت الماركت لو دخلت السوبر ماركت هتلاقي الكريمه النباتي، هتلاقي الزبده النباتي، هتلاقي كل حاجه، الحاجات اللي هي تخش النباتيه، لان دلوقتي الناس دي لازم تغروا الزبون زي ما بيقولوا. بالظبط كده. وتاني حاجه متطلبات السوق لازم فرضت علينا كده، فلازم نعرضها ولازم احنا كمان نتعلمها ونعرف النزيل او الزبون اللي موجود عندنا ان انا عندي الحاجه دي، عندي الاوفر ده. تمام، لان انت لو ما واكبتيش السوق هيمشي من عندك ويروح لغيرك. صح، لازم التفاصيل دي لازم اكون دقيق معاها وفيها علشان انا احافظ على كل حد يدخل لي، مجرد ان انا اكتسب عميل او حاجه زي كده مش بالسهل دلوقتي. المعروض كتير. تمام، فشطارتك ان انت تقدر تاخد من المعروض ده اكبر نسبه او اكبر دلوقتي. خلاص اللحمه بتاعتنا قربت على السوى خلاص، وده ما بالظبط الايدين احنا حطينا ملح وفلفل خلاص، فاضل اخر حاجتين هيتحطوا هم، احنا بنحطهم بس كتيست. تمام، الخيار المخلل. تمام، شوقتني ان انا عندي فضول رهيب ان انا ادوق دلوقتي اللحمه الجميله اللي انت عملتها. طب البنجر ده بقى انا ما اعرفش قصته ايه، يعني انا ممكن اكل البنجر، بحبه جدا كسلطه بنجر، باكلها في اي بنجر بالتفاح، البنجر بالبقدونس، ده كل ده سلطات. بس جداً. ان انا احطها تستوي مع لحمه دي جديده بالنسبه لي، انا ما اعرفهاش. حلو قوي السؤال ده. لا، هو اول حاجه احنا سلقين البنجر، هو مش ناي، احنا سلقينه نص سلقه. زي اي بنجر انا باكله في مطعم، اللي هو البنجر المخلل اللي بيتقدم في اي مطعم، ده بنجر عادي خالص. البنجر اللي في الوصفه دي النهارده بنجر عادي جدا خالص، انا جبته وسلقته قبل الحلقه، لان لازم يتحط، لان هو بياخد بس اخر درجات السوى بتاع الوصفه، عايزه في الاخر خالص، لما بنحط فلفل الالوان كده. انا بحافظ على، انا ليه حطيت الزبده؟ لو حضرتك خدت بالك انا حطيت الزبده في نص الطبخه مش في اولها، انا عايز اخد القيمه الغذائيه بتاعت الزبده، مش عايز احرقها، مش عايزها تتحرق. تمام، النار رغم ان هي ضعيفه ساعدتنا ان احنا ناخد الحاجه نسويها براحتنا خالص، تاخد درجه السوى بتاعتها براحتها. ان انا احافظ على درجات السوى بتاعت الحاجه اللي هي مثلا مكونات بتاع الاكله دي، مش حاجه وحشه، دي حاجه كويسه ان انا مثلا اطلعها على دين دي او فوق السوى بشويه. تمام، اللي هو يعني فيها التكه، عارفه اللي هي الايه
القرشه دي تمام. فالقرشه دي حلوه جدا وصحيه، دليلها ان هي بتحافظ على القيمه الغذائيه بتاعت الاكل. احنا ما حضرتك احنا بنقول المطبخ المصري رغم ان هو مميز بس في تكات او في حاجات مش صح ليه ايه؟ انا بسوي قوي او بحرق البصل قوي، بحرق التومه قوي، بعمل الطشه، كل ده حلو. ده اللي بقوله لك في المطبخ المصري بس بيدي فليفر، ساعات بيدي فليفر بس صعب على المعده جدا. تمام بالظبط، هي دي الفكره ان احنا بنقول ان الشيف ممكن يقدم نفس الوصفات بس بس بطرق مختلفة، بطرق مختلفة تحافظ على القيمة الغذائية بتاع الحاجة، تحافظ على أي حد ممكن يكون بيعاني من أي أمراض. وزي ما الشيف عادل قال لنا حاجة جميلة جدا جدا جدا، مش لازم أبقى تعبانة، يعني الحمد لله أنا مثلا ما بعانيش من أي أمراض مثلا زي أي حد ممكن يكون عنده سكر ضغط الكلام ده. بالظبط، كل ما بنكبر بنبقى خايفين لنكون عرضة لأي أمراض زي السكر زي الضغط زي القلب زي أمراض كتير، فبلاش إن احنا نستخدم مثلا سمنة بزيادة. مش لازم الواحد يبقى عنده المرض عشان يبقى خايف ان هو يستخدم مثلا او حاجات زياده ممكن لا قدر الله مثلا تتعبه او مثلا تتعب المعده او تعلي الكوليسترول. فاحنا من البدايه كده نبقى عارفين اللحمه دي هنعملها لناس مثلا كبار في السن، الناس لسه مثلا ممكن يكونوا خلاص يعني داخلين على الخمسين فممكن نكون خايفين عليهم من اي امراض او من الضغط او من الكلام ده. فدي نقطه انا فعلا بحييك عليها ومهمه جدا خليك. جدا هي لازم نراعيها حتى ست البيت دلوقتي، قلنا الثقافه الكلتشر بتاعه ست البيت ما شاء الله عالي جدا زي ما قلنا، بتشوف قنوات الواسعه البرامج حاجات الوعي بقى زاد جدا، طرق التوصيل المعلومه بقى معلن وكتير تمام. فالحاجات دي كلها الحاجات دي كلها يعني ادت للست باور في البيت ان هي تعمل حاجه ودرايه بقى بكل حاجه والاسواق بقى فيها اغراء بشكل كبير جدا، وفي كل الحاجات اللي احنا ممكن نشتريها وبعدين ايه بقى نوظف دي هنا ونوظف دي هنا ونعمل دي هنا ونعمل دي فين امتى ازاي. فده برضو من ازدياد الوعي اللي موجود، وطبعا الاعلام احنا ما بنسيبش الناس في حالها، احنا عايزين على طول لازم نغطي الدنيا ما شاء الله. انا زي ما قلت لحضرتك عشان ندي للست حقها مجهودها في البيت وكلام من ده كله، بنحاول نريحها على قد ما نقدر ونوصلها. وراجل البيت برضو احنا قلنا نعمل اكلات سهله وبسيطه بحيث ان احنا تبقى فيها كل المشتملات بتاعه القيمه الغذائيه العاليه وفي نفس الوقت سهله في كوقت كصنف، منها صنف بتاع النهارده وخلاص كده إيه احنا كده خلاص احنا درجه السوا بتاعت احنا يعتبر خلاص 10% في السوا ياخد دقيقتين كده هنحط احنا هنعرضه بنفس الطازه التيفال دي. دي برده من الحاجات اللي قلت حضرتك عليها بنفس الطريقه اللي احنا قلنا ان احنا بنبسط الدنيا، مش لازم اخد من حاجه لحاجه واتعب واعمل حاجات كتير كده تغسلها بعد كده تعدي عيني هم الغسيل، لا احنا بنبسط المواضيع بنبسط الامور دي هنعرض فيها، والطازه دي مؤهله لكده يعني تمام. حبه كريمه بقى على الوش كده، ده احنا كده بنختم الايه الاكله. تسلم ايدك يا شيف بجد، مبسوطه جدا جدا من حلقه النهارده. يا رب يخليك. انا دايما بقى بحب برده ده الشبت او البقدونس او الكزبره او الخضره انت بحطها في الاخر خالص عشان تكون محتفظه باللون بتاعها وما تكونش مستويه وتفضل شكل الطبق اكنه فريش ولسه متقدم زي ما حضراتكم دلوقتي هتشوفوا من الحاجات المهمه على من الحاجات المهمه زي ما قلت لحضراتكم طريقه العرض البرزنتيشن بتاع الاكل ده عنصر مهم ما يقلش اهميه عن قيمه الاكل نفسها. يعني اعرض حاجه حلوه اعمل حاجه كويسه واعرضها بشكل كويس، دي الفكره بتاعتنا. بعد بقى الاكله الحلوه دي نجيب بقى اي عيش كده عشان انا هقوم دلوقتي اكمل الحلقه احنا بقى ممكن بعد نقدمها نقدم بعد الطبخه الحلوه دي ناكل الاكله الحلوه اللي احنا عملناها دي بتبقى سايد ديش بتاعها. اي اكله ليها سخنه بيبقى لها جنبيها دايما سايد ديش اي حاجه بالظبط ممكن مشتيتو بالظبط كده. حضرتك استاذه انا مجهزه نفسي انا جعانه بس يا شيخ بجد بشكر الشيف باستا اي حاجه من دي كلها مناسبه كل الحاجات دي تليق مع الاكله اللي احنا عملناها النهارده مع طبق السلطه الحلوه او عيش طبعا عشان كل الناس اللي بيحبوا العيش ممكن عشان ما تعبوش ما يعملوش اي اكلات تانية نقدر نعملها ناكل معاها اي نوع من انواع العيش. بنشكر ضيفنا اللي كان منورنا النهارده في مطبخ هو وهنا الشيف عادل عسكر، بشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدينا كده كل فقراتنا خلصت، يا رب تكون عجبت حضراتكم، استنونا وحلقات متميزه دايما من هو وهنا، شوفتوا على خير، الى اللقاء.